واحنا مالنا؟ اقفلي باب المكتبه وما تدخليش حد. ايوه يا دكتور. انا قفلت باب المكتبه. في طلب عندي. حاضر يا دكتور. صباح الفل يا ابو كريم. ازيك يا جابر؟ نهار ابيض. عندك زحمه؟ اجي لك بعدين. زحمه مين يا عم؟ قوم يالا بقالك ساعه لازق في الكيبورد. روح يا ابو كريم، اقعد حبيبي. قشطه. معلش يا اخويا بس اصلك يعني في حد كده بعت لي حاجه على الايميل ولازم اشوفها. عيش حبيبي، عيش براحتك. بقول لك يا جابر. ايه يا حبيبي؟ اخش على رسائل منين؟ يا ابو كريم انت نسيت ولا ايه؟ اهو كده انت دخلت على رسائل. ليه بس كده؟ في حاجه كريمة؟ ايميل جالي بالانجليزي ومش عارف اقراه. بسيطة يا عم، اول ما يجي عيل من العيال اللي بيعرفوا يقروا انجليزي يقراهولك. وانا لسه هستنى العيل. انا اروح جري اجيب المدرس الانجليزي بتاع الواد عادل اخويا وهو يخلص لي كل حاجه. سلام. سلام. جابر. معلش يا اخويا، اصل كنت عايزك في خدمه كده. عمر كريم، كنت عاوز حته جهاز صغير كده احطه عندي في البيت كونهولي يعني، وشوف تكاليفه كام. لا يا عم بسيط، انت تفوت عليا بالليل اكون فنطت لك الحزبه كده واقول لك اعمل كام. اصلي سلام يا فريند. صح يلا فيها خيال ما تقول له. الاستاذ طالع، شو الحاجات دي بسرعه بسرعه. امسك امسك امسك. الاستاذ طالع، انا مش عارف بس ايه اللي خلص في الصاله بدري كده. نمشي ولا نعمل ايه؟ يا استنى، هات هات شيلها هنا، شيلها هنا. هنا؟ طب اعمل ايه انا؟ ولا اقول لك بلاش هنا، هنشوفها. يا لهوي. طب وبعدين؟ خد خد استر يا رب. امسك امسك، اطلع على السطح يلا، اطلع بسرعه بسرعه. ما تخش الشقه، انزل وانا هحصلك. خد خد دي معاك. عاوزها تخرج الساعه 7 من الكوافير. ماشي يا غالي. يلا يا اخويا كوافير. او زفت ايه؟ يا لهوي. استر يا رب، استر يا رب. سلم يا رب، سلم يا رب. لما انت هنا ما نزلتش تصلي العشاء في الجامع ليه؟ انا كنت نازل يا حاج، بس انتوا اللي خلصتوا الصلاه بدري. اه يا اخويا كان نازل يصلي. طب يلا يا اخويا اتفضل انزل صلي العشاء في الجامع. حاضر حاضر حاج. لا اله الا الله محمد رسول الله. بقول لك ايه يا شوقي؟ أيوة. والنبي يا ابني هات لنا بنناقش معاك وانت جاي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام اخويا. دخلت ليه يا كريم؟
معلش يابا الكوبري كان زحمه. وايه اللي طلعك الكوبري؟ الله من الارض سالك. لا اله الا الله. كان في لجنه في شارع رمسيس شاده الشارع حبتين. اه كويس انك انت ركبت الكوبري. بقول لك ايه تاكل يلا؟ لا يا ربنا يخليك سبقتك وكلت كشري. ما هنش عليك تجيب واحد كشري لابوك كان موسخ صحيح. مبارك. لا اصيل لا ماشي. طب مفيش واحد حلو؟ رز بلبن مهلبيه؟ لا مفيش. مش بقول لك وسخ؟ رد على الموبايل بتاعك. يلا ده تليفونك انت يا ابني. اه صحيح. عامل لك ايه؟ ما انت كل شويه تغير لي النغمه. ده وشتني يا ابو سادة. الو ايوه اه معلم. لا لا, لا تحت امرك طبعا. اه حاضر. عناية عناية. نص ساعة أكون هناك يا عم. الأجرة وصلت خلاص يا عمنا. ماشي سلام أخويا. ألف سلامة. ولا خد ده تستنى وديهم نص جابر. بقول لك مصر هتلعب بكرة وهيبقى عنده زحمة. الله ما نوديهم له بكرة. أما أنت حمار صحيح يا دي. وديهم له النهاردة عشان تقفش إيجار ليلتين. هتفهم إمتى بقى؟ حاضر يا أبو. وسخ صحيح. بقولك ايه يا عم نبيل؟ ما تشوف لنا اي حاجه يا عم الحاج. الدنيا ناشفه قوي على اخر اليومين دول. ماشي حلاوه. بس انت فتح مخك وشغل دماغك اللي شبه الدبشه دي ليه بس؟ يعني لما لغيك على نقل تراك ما براني ما تسيحليش ولا الحي كله عارف. يا جدع ما تاخذنيش. ما كنتش اعرف. كنت فاكرها عادي على اساس ان هي عربيه ابوك. ها ايه ده يا ولا؟ ايه العود ده يالا؟ ده عود ايه؟ على البيت. يا سلام بقى لو شويه ميه تدلدقوا. يا مزاج. ايه ده يالا؟ دي صباح هلا. سلم عليك. ماشي حبيبتي. ايه يا بنت صباح؟ ايه يا عبد الله في ايه؟ ايه اللي عامله في نفسك ده يا بنت؟ الميه مقطوعه بقى لها ايام. ماشي تولع الميه. بعد كده لما تعوزي ميه بقولي لي انا اشيلها لك. هاتي. بلاش تتهزي كده وانت ماشيه في الشارع. يلا قدامي. حلاوتك. الله. صحيه. انت عايزه ايه؟ وحشتني يا بنت. يا بنت احنا مش اتفقنا كل واحد فينا يروح لحاله؟ زلني يا اخو. زلني عشان بحبك وكده اهو. يا بنت يا بنت احنا ما ننفعش بعض. ليش معنى دلوقتي يعني؟ هتسالي نفسك يا تهاني. طب والله العظيم افضحك. روح قول لابوك انك انت بوستني. تفتكر هيصدقك؟ طب بص ما تسيبنيش. مش لازم تحبني. لو عاوزني اتحجب البس لك طرحه من بكره. طرحه ايه؟ هو الحجاب طرحه؟ امال عاوز ايه ده؟ امشي امشي امشي. السلام عليكم. بقول لك يا شاطر تعالى هنا. ايوه حاجه. ايه؟ ايه ده؟ اللي تعمله في شعرك يا حدي مش شعور يا مايس. ايه ولا الحاله دي ولا؟ الحلاقه الحمار. اصل المرايه بتاعته كانت مكسوره. ايه يا حاج وحشه ولا ايه؟ انت هتستهبل؟ خلاص يا حاج لو مش عباك هلبس طاقيه دريه. طاقيه تخفيك يا بعيد. هي انا نص اللي عاملها زي البنات دي. هي حصلت يا سافل. انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحه دي قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني راجل تاني. فاهم ولا لا يا ولا؟ هتقول له ايه؟ رجعني راجل. هتقول له ايه؟ رجعني راجل تاني. حاضر يا حاج. شايفه؟ في ايه يا اخويا؟ بالكم بزعقوا ليه بس؟ مش شايفه؟ مش شايفه ابنك؟ مش شايفه القصه اللي عاملها زي البنات؟ هم تلبس فستان يا ولا عشان ابقى خلفت بنتين، ابقى ما خلفتش راجل. بتضحك على ايه يا بنت الكلب؟ يلا هلا روح قول له رجعني راجل. حاضر. يلا. حاضر. جاتك البلا. ايه بس يا اخويا؟ اهدى شويه. ما كل العيال كده تلاقيها الموضه. موضه ايه وهباب ايه؟ قطعه الموضه وسنينها اللي اتربينا عليه يا زينب طول عمرنا ان الراجل لازم يفضل راجل. شكلا مضمون. عندك حق يا اخويا بس اهدى شويه. اهدى ازاي بس؟ انا حاسس ان الواد ده بيفلت من ايدي. ليه بس؟ ما هو زي الفل اهو. طب ده حتى كمان بيصلي. بيصلي؟ بيصلي ايه كمان يا زينب؟ طول النهار والليل على القهوه وعلى النواصي.
يا اخويا ما هو من ساعه ما خد الدبلوم هو قاعد في البيت، هيروح فين؟ مستني التعيين، خليه يخلي جنبك بقى لما يجيله التعيين. ما انت بس يا اخويا لو تشوف له كده شغلانه مش يكون احسن؟ انا اللي اشوف له شغلانه وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانه لنفسه ليه؟ عيل. الحاجه الوحيده اللي انا عازله فيها ان البنات دي فعلا بقت مقفله، والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده انه طلع ضحك على الدقون، لا منه مهنه ولا صنعه ولا حتى تعليم، هي فلوس بيلموها من الخلق وخلاص. يا ريتني كنت رميته في ورشه ولا علمته بجد. زينب قوم اعملي لي كوبايه شاي ولا دماغي تلبت. حاضر يا اخوي، بس انت اهدى شويه. باسم الصليب، هو مال الموت بالحوم حوالين الحارة كده؟ خش انت حمل كراسي علشان توديه لعمك سعيد. يا عباد الله وحدوا الله. يا اسود منصور ابو سعيد، رئيس الجمعيه، رئيس الجمعيه. يا خرابي يا خرابي يا اختي، رئيس الجمعيه يا بنت جوازتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود، قومي يا صفية ندخل جوه المكتب. الاقيها منين ولا منين؟ قومي يا اختي، قومي يا اختي عشان ما تلميش عليك الناس. الله يرحمه. قلبه كان حاسس، قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامي انا حلمت اني لابس ابيض فاضي وماشي في خضره واسعه. اسكتي ده حاجه حلوه قوي. والنبي ده في منزله عاليه 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 في الجنه ونعيمها يا حبيبي، في الجنه ونعيمها يا اخويا، في الجنه ونعيمها يا اخويا. يا حبيبي 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 يا حبيبي. قولي نعمل ايه يا صالح يا اختي؟ اجلي الدخول، هما هيذبحوكي يعني ولا كانوا هيذبحوكي؟ انا اتفقت قدام الاستاذ تمام، والجمعيه دي محدش كان عارف عنها اي حاجه. اسمعي انا عندي حتتين مواعين ما تبلوش، وديهم لمبيض النحاس هيخليهم قشطه وهم يسدوا. يا لهوي انا كمان هاخد نحاسك يا سعديه. يا وليه وانا بحتاج ايه؟ ده هما الحلتين وكام طبق، ما انتي عارفه ما فيش غير انا والراجل. عادل ابنك اخباره ايه؟ ابنك سكت. طب بس الله، في ايه؟ وانا كل ما اسالك عنه تعيطي. انا مش عارفه اجيب الاسوء دي كلها منين. هي الغربه بتعلم الناس الاسوء كده. 10 سنين من يوم ما سافر ما بعتليش الا جوابين 20 جنيه تربيني من بيته، عملوا ساعتها 200 جنيه. يا لهوي 200 جنيه؟ بس انتي ربنا ما يهوج الشمال لليمين. يا اختي ربنا
ما يحوج حد لعياله ابدا. امين امين. مش حوجة فلوس بالأمانة، ما هي فلوس، حوجة إن أشوفه بس يا أختي بقى. الواد وحشني أوي. النبي عارفه بس بقى. استغفر الله العظيم. القصد أجيب لك النحاس بكرة. أعمل إيه؟ إنطار القطن ب500 جنيه. شوف أنت، مرتبتين ومخدتين كبار ومخدة صغيرة، هياخدوا قد ايه دول؟ عم بيبكي وعم بيضحك. ربك هيعدل. قولي يا رب، قولي يا رب يا رب. انت جيت يا ماهر؟ مين بدري؟ وما نبهتش عليا ليه؟ ما انت عارف انا خير. انا كنت بعت اي لقمة وسلام. ما تنساش لما تروح البلد تبقى تجيب لنا حتتين جبنه قديمه، هم بينفعوا. انا صفيه عامله دي الموضوع الجمعيه. اسكت يا ماهر، ده باينها مش هتطول ابيض ولا اسود. ولا هتطول مليم احمر. الواد سعيد ده بحر عويص. اه صفيه دي غلبانه، ربت البنت بطلوع الروح وهي مش عارفه تجوزها. انا قلت ادي لها حتتين نحاس وهم ينفعوا. ايوه ايوه، افضل انت فارق يمين وشمال وفي الاخر ما تلاقيش حد يديكي. حتى عيالي. هو الواد عادل ما كلمكش؟ بقى يخاف يكلمني لاطلب منه فلوس. لا واد ولا بنت نفرونه. نسيهم يا سعديه، نسيهم. انت محتاجه حاجه؟ لا يا اخويا، نشكر الرب. يعني هنموت من الجوع؟ ما سمعناش ان حد مات من الجوع. وحتى لو هموت من الجوع عمري ما هطلبها بلساني، وهي مره وانا عادي تعود. وانت السبب. اسكت يا ماهر، اللي انا قلبي بيوجعني كل ما بفتكر الحكايه دي. يجوا يتفرجوا على ام محمد بيضه، ده ابنها بيبعت لها كل شهر شيء وشويات، اشترت حته ارض وبنت بيت في فصل يرد الروح. بص يا سعديه، انا لا عايز ابني ولا عايز اشتري، انا عايز اجد بيت عمري مستور. امين يا اخويا امين. اتفضل عم كامل، اتفضل. تشكر يا حبيبي. لحظة يا عم كامل، دقيقة واحدة بس معلش. خد راحتك. أما ياما جتك خيبة، خضتني يا واد. بقول لك إيه يا عم كامل، بره استوري نفسك. أنت وأنا إيه؟ شايف دي لابسة شفتشي؟ تعالى يا كامل، خش يا واد. يا ساتر. السلام عليكم. ازيك يا حاجة؟ أهلا. ازيك يا حبيبي، كبرت يا واد. ازيك وازاي ابوك؟ ابويا ابويا ايه، تعيش انت من زمان؟ قطيع، طول عمره بنموت. اقعد يا اخويا اقعد. تشرب ايه؟ لا مش هقدر يا ست كل، طول عمرك ست كرم. اصل سايب الدكان لوحدها. يلا يا ابني اتصرف، شوف فيشه وراكب اللمبه. اقعد انت واقف تتفرج يا واد، اجري اعمل شاي بسرعه، ولع بابور الجاز، انا بخاف من الانبوبه دي الزفته دي. ودلوقتي بواجير مش لاقي فيشه. هتلاقي عندك ورقه طبليه. يا صبتي قطيعة تقطع الصور واللي عايزة تصور. اتفضل يا فندم. ايه ده يا ابني؟ طلب نقل من اسم يا فندم. انت مش لسه جاي الاسم من شغل؟ لحقت؟ يا فندم انا في اول مأمورية قتلت واحد عن طريق الخطأ، وبعدين ايه؟ الاسم عتبته وحش عليك؟ يلا روح على شغلك بلاش كلام فاضي. تحت امرك يا فندم. اسمع. امر يا فندم. خد اجازة اسبوع. ألف شكر يا فندم. اشرب يا زينب يا اختي، اشرب. تسلم ايديكي يا اختي. تعيش يا حبيبتي. الا قولي لي بقى، منى عامله ايه دلوقتي؟ اهو زي ما انت شايفه طول النهار نايمه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب خدي خدي يا حبيبتي، خدي دول تاني. ما انت بعتي لي قبل كده كتير يا حبيبتي. خير ربنا كتير، واولاد الحلال كتير. خدي واستهدي بالله كده بقى، امسكي. الا قولي لي بقى يا وليه، انت ما بتصليش ليه؟ الا عمري ما شفتك ركعتيها. والنبي يا اختي انا كنت بصلي، ما اعرفش ايه اللي جرالي. هو انت لسه صغيره، انت كبرتي بقى. الدنيا يا اختي ما حدش قاعد فيها ومتفاته. ادعي لي ادعي لي يا زينب يا اختي، وادعي لبنتي.
يا اختي ربنا يهديكي ويهديها. قادر يا كريم يا رب، بس صلي يا حبيبتي. هصلي هصلي. طب يلا قوم، انا بقى احسن استاذ تمام زمانه قلقان عليا. ليه لسه بدري؟ انت ما شربتيش شاي. معلش يا اختي، اشربيه انت ومنى. يلا برضو كده بدري من عمرك. يلا سلام عليكي. تسلم خطويكي. الله يخليكي يا زينب يا اختي، اسم الله عليكي. سلام عليكم يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليك مجبوره الخاطر يا رب. ما تصليش. هصلي باذن الله يا حبيبتي. انت صحيت يا منى؟ هتفضلي تاخدي فلوس من الناس لحد امتى؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا حبيبتي؟ انت هتشحتي علينا. لا هتاكلي منين انت واخواتك؟ فاهميني يا اختي. خلاص هنزل الشغل من بكره. يا ريت يا حبيبتي يا ريت. هو انا مبسوطه بمادة ايدي للناس؟ الله يرحمك يا زيزو، ما عرفناش امتى غير الايام دي. وبعدين انا ما بشحتش ولا اخد حاجه من حد. الست كتر الف خير، حاسه بظروفنا. لو حد تاني اداكي اي حاجه قولي له بنتي منى بتشتغل. مالك يا حبيبي؟ هو انت يعني كنت قصد تموته؟ ابدا والله يا امي، الظاهر القلب ضعيف ماليش في الشغلانه دي. يا حبيبي ما تقولش كده، ده انت قدها وقدوه، ده نصيبك. بقولك ايه، ما تقوم تاكلك لقمة. ماليش نفس. لا حول الله يا رب. راجل غبي ضيع نفسه وضيع عياله، ماشيل المسدس صوت. يا ريته ضربني مسدس حقيقي كان ضميري ارتاح. وانت تعرف منين يا حبيبي ان مش مسدس حقيقي وفيه رصاص؟ استهدى بالله كده وقوم كل لك لقمة علشان تسلك طولة. قلتلك ماليش نفس ومش عايز حد يدخل عليا. ربنا يهديك يا رب، ربنا يهديك يا بابا. مساء الفل يا عم سيد. قشطة عجينة. سعاد خد دول ها على الفرن جري. ناس كتير ولا هتبيتوني هنا؟ كتير ولا قليل مش شغلك. مالك يا هلك؟ مفيش يا عم سيد، راسي ورمت وبقبقت. خلي امك تاكلك يا حلو. تاكل مين؟ ده انا اللي باكلها. ما تمشي يلا بطل لماض. الله يلا يا اخويا روح. ماشي بسيبك اهو. ما يبقاش على امه، عيل واطي. حاجه بقى يا باشا، انا طالعه الصبح انشر يمه. عايزه حاجه؟ ما تاخريش يا بنت فوق. يلا رايحه فين يا بنت؟ وانت مالك انت في الراحه والجاي؟ الراحه فين ايه؟ لما تفوق من اللي انت فيه الاول بقول لي راحه فين وجايه منين؟ اتعدت يا بنت في الكلام بدل ما اخرم عينك. خش يا حيله على التكيه نام، لا منك ولا كفايه شرك. مش عايز حد يصحيني. مش هنصحيك يا بلطجي. لا محيله. سيبك مني. بقول لك ايه؟ يعني اخويا رحت المكتب وقلت عدوني، بحس ولا خبر. خلاص كله تمام التمام، كل حاجه خلصت. امتى بس يا سيد؟ التأشيره جت. والنبي صحيح. واي يا وليه اسكتي لمي صوتك. لمي صوتي ده ايه؟ ده انا هرقص وزقطط واملى الدنيا كلها زغاريد. ويهون عليك يا راجل تسكت لحد دلوقتي وما تقوليش. صراحة بقى انا مش عارف انت فرحانه على ايه. ده انا مسافر وهسيبك انت والبنت سعاد من غير راجل. راجل ده ايه؟ مراتك بألف راجل ومحدش يقدر ابدا يدوسنا على اي طرف. قولي يا اخويا وناوي على امتى ان شاء الله؟ كلها ايام اكون راكب الهوا. بالسلامة يا سيد. وامنتك امانة يا اخويا، ما نجيبش رسالة لاي حد خالص، وداري على شمعتك عشان تقيد. نفسنا بقى نشم نفسنا شوية ونسطر البيت. بقول لك ايه؟ القرشين اللي نفيتهم لك اتصرف فيهم بالعقل، ها؟ حبة حبة، ما تضيعهمش كده اونطة. يعني يا اخويا هجيب لي هدمة جديدة ولا هجيب لي هدمة جديدة؟ ده يا دوبك الغدا والعشاء، وحتى كمان إذا اتعشينا. بكرة إن شاء الله هتفطروا وتتغدوا وتتعشوا حمام كمان، والله هتتنغنغوا. ربنا يخليك ليا يا سيد يا رب. بس بقول لك إيه؟ عشان خاطري، الواد المعفن اللي نايم جوه ده، عشان خاطري يا سيد تشوف له شغلنا والنبي هناك. حاضر حاضر، أول ما أوصل هبعت له بإذن الله. ربنا يخليك ليا يا سيد. وتروح تجري بألف سلامة يا رب. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقة يا أمه، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتحها عليكي. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت.
ده انت جاحد. وعايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه ومين يغسلنا فوخه. صوره الراجل اللي مات ما بتفرقش عني انت، بس عشان اول مره تضرب حد بالنار. وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات، حلال فيه الموت. في رقبتكم عيال. انسى بقى ابو صلاح، انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخوي، الاحسن من ساعه الموضوع ده وعينه ما شافتش النوم. هو بس يغير جو وينزل من البيت ويبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك. بقول لكم يا اولاد، تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه، لسه واكل. شكرا يا امه، سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. اشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. بنت بتسحب اشارات في جامعه الدول، وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه، بس كانت لابسه شرب على دماغها، ما عرفتش شكلها بالظبط. بنت حلوه، خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. يا عم روق بقى، انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا اكسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. النهارده اول الشهر. ايه في حاجه؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل اول شهر، والنهارده اول الشهر. طب اقعدي جنب التليفون بقى لما يحن عليك. حتى لو حن التليفون مش هيرن، ما دفعناش الفاتوره. بكره هدفعها. كل يوم تقول لي بكره وما بتدفعهاش. الفلوس بتتفق على الفاضي، لا حد بيرن علينا ولا بيرن على حد. طب خلينا قاعدين بوزنا في بوز بعض كده. وبعدين معاكي بقى يا سعديه، اقول لك قومي روحي لبنتك ناديه. اروح اعمل لها ايه؟ قطيعه تقطعها هي وجوزها. هتمشي رجلك، ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مقطوع. تصدق عندك حق، انا هقوم امشي رجليا واروح لها. ده ابني كلب ما عندوش احساس. وادي دجنه هي لو اتصل. اجيب لك حاجه تاكلها معايا؟ لا هاتي لنفسك. ماشي انت حر. ما تعرفوش في الاكل. حاضر. خلينا اصرف كده ببيت طويل عريض ومخلف تحت، لا بيصد ولا بيرد. يابا انت هتطفحني اللقمه اللي باكلها ليه؟ شوف الواد بيرد عليا ازاي. ما انت قليل الحياه، ما بتحسش انت ومراتك فاتحين بقك وعمالين تحس في الاكل. قومي يا وليه قومي، ده هيقتتني على بجنيه فول. مالكش حق يا راجل، تعالى يا بلال كمل عشا. شوف الواد بيصد الباب ازاي، ما هو مش حاسس بحقه. حرام عليك، هينموا من غير عشا. تعالى يا بلال. ولا يهمك يا اخويا. حلو بجد. اقعد كلك لقمه. وما خلاص هيورثوني بالحياه. هو حد يا اخويا بعد الشهر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقه دي غيري انا وابنك اخر العنقود ده؟ هو عاوز مني ايه؟ مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده. خلاص بقى يا بلال، مهما كان ده ابوك برضه. هو على الاقل عد يعرف يتصرف. بتنيب الواد بقى لحسن الواد ده اكتر مزاجه. ما هو عارف انها ملطشه معايا، بينزلني عشان لقمه بيطفحاني. امال لو زي الناس اللي سايبه لاولادها بيوت وفلوس كان عمل فينا ايه؟ هي ام وائل اللي قاعده جنبه دي هي اللي مقويها عليك. ده انا لسه الصبح سايب له 50 جنيه، لحق ينساها بالليل، طب اعمل ايه؟ اعمل زي مراته من كده مني ومفروسه عشان ما بكلمهاش. خلاص بقى يا بلال، اقعد كلك لقمه عشان خاطري وصلي على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. معلش يا ريت انا مخنوق وماليش نفس وعايز اخرج. ومال؟ اخرج يا اخويا، اخرج. خد امسك يا هات. خد امسك يا امسك. عادل يا هلا. اهو حاضر يا معلمي. اظبط نفسك. السلام عليكم. الله، انت مش قلت انا مروح انام؟ وانا اعرف انام طول ما مرات ابويا في البيت. ما طبعا انا بصاحبك جالك، الشغل ده هيتحرق في الفرن باذن الله. يا عم انا ماشي، ده مفيش حد في الحاره طايقني. خد يالا. ليه كده بس يابا؟ ده ابوه لسه طارده. بتضحك معاك شويه، اعتبرني زي ابوك. خلاص يا حاج سيد مش زعلان. فاضي يلا. هات. بقول لك ايه؟ روح وراه لحد الفرنه لحسن الشغل يتحرق زي امبارح، فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي يابا. يلا يلا ماشي. الله. دول يا جماعه دول.
عصفور. ابعد عني بسرعة. في ايه بس؟ اخويا صلاح في الكلية، يلا ابعد. اخواني، احنا اطباء العلاج الطبيعي، مهما حاولوا يفردوا علينا وصاياكم. يا جماعة، اللي خايف او مش مقتنع بنحاول يروح. حقوق ايه؟ فاهمين؟ انا دخلت كليه العلاج الطبيعي وحلم عمري ان انا اكون دكتوره. وان شاء الله هتبقى دكتوره. مين قال غير كده؟ لا، في ناس عايزه تسحب التخصص مننا وتدي قسم الطب الطبيعي. نازل يا ابني. شكرا. انت وانت شايف الحل بقى اللي انت ترمي كل يوم في الارض ولا انا اجري المك من الاقسام؟ ما تخافش عليا يا صاحبي. انا مش خايف عليك، انا خايف على نفسي وعلى امك. زي ما قلت لك لو حصل لها حاجه وربنا ما هسامحك. قومي روحي، يلا قومي. وحسك عينك اشوفك في المظاهرات. قومي. شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الزبط الزبط منك. له ذاكر ذاكر. في ايه ياما؟ في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. امي يا واد امي منك له، يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه. يعني هعرفه؟ ما خلاص يا بنتي بقى، كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما. سهل؟ مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت ايه؟ معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. روح ربنا معاك. يا رب. ازيك يا عم بركه؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر. يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. اصابه اصابه يا ولد. يا دي يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحه الدنيا ملبشه اهو. ليه؟ ايه هو لسه نازل قدامي على البال بشوفها فيها عشان اقرف المرمى على الارض ده. مين دول عصابه؟ اللي ورا جمال بيصفر الواد بيتا والتاني بقول له على النور عشان يدخل له. سيبك منهم، العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه بالشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة اجيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو يا سوسو، معلش الدنيا اصلها معتمه اليومين دول، هكلمك انا حتى. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غاية ماتش؟ تعالى للشيفشينك. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. طب ما تشرب الشاي. عشرة. أبا أنا هجيب النهاردة الكمبيوتر. ما تجيب، حد عايشك؟ تطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح أوي. هاته على الأقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت.
هتقول على هجيب لك العربيه عصابه استلم يا باشا مالها دي مصنفات قدام المحاصيل دي شويه شرايط بستلزق بيها وبعدين خلاص جت عليا انا ده انا بجري على تاني بس يا بنت صلاح اه يا باشا شوف لك سالفه في المحضر ده وانا داخل الحمام ماشي ماشي يا باشا خلاص انت يا يوسف روح انا خلاص المحضر ماشي اسمك ايه؟ منى عباس احمد منى ايه؟ عباس احمد معاك قطاع؟ ضايع بس معايا صورتها البدن انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرح فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان محدش يشوفك شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذة ما بيدفعوش غير في المهندسين أو الزمالك. شكلك كده مش وش بهدلة. هعمل لك محضر أساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وإن شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابة. تسلم. قلت لي اسمك إيه؟ منى. منى إيه؟ منى عباس أحمد. أحمد أعمل شوية بقول لك عبد الله بالليل على 11 كده في نقلة رد صحصح معايا بره ولا جوه؟ بص هما دافعين للحي حق نقله وهم خمس نقلات ايوه كده حركنا خليها تفك عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك ما مين اللي يرفع الرد انا هبعت لك عيلين من عندي تدي للنفر فيهم 20 جنيه في النقله 20 جنيه كتير حلو ما تطمعش امتى بقى نطلع من عربيه الزباله دي ونشوف لنا حته عربيه اجره كده ندلعها وتدلعنا هيحصل على حلاوه بس انت ركز معايا الحي ده ياما طلع ناس للسما ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي مين؟ حكومة صباح الو اه صبوحة هيا عبد الله الحان امي تعبانة قوي معرفش انا مالها الكلب هيخلص انا بيجيني في الو خلص يا رب استحملي يما مش قادرة يا بنت روحي بتروحي يا بنت عند الشر يما عني امي يما البسي مش قادرة امي البسي عبد الله جاي هيودينا المستشفى مش قادرة اتحرك يا بنتي مين يما اسم الله عليك الحقيني يا بنت اللي جوالك بس انت كنتي كويسة مش عارفة يا اختي تعالي يما مش قادرة اقف يا بنت الحقيني يا بنت اسندي ان شاء الله خير يما ان شاء الله خير دكتور قال لي الكلى تعبان ما صدقتوش قومي يما اسندي على قومي يا بنت اسندي عليا يما اه اعمل لك حاجة تاكليها مش نفسي قومي يما يا لهوي اه طب البسي يما اه البسي الحقيقة البسي يما ايه ده يا بنت؟ في الشبشبي الاسود اتقطع مني يما وانا داخلة بالحمام وانا بتدخلي بالحمام هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت معلش يما امري لله استني اسندي احمر احمر يلا يا بنت البسي يما امري لله يلا يما في حاجة يا جدع؟ ده مفيش مادام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقة؟ ما قلتلك مفيش حاجة يا خفيف انت عبيط يالا ما تنت قد ما عندوش ريحة الدم شايفني معدي قدامه وعينه في عيني يقوم يعمل نفسه مش شايفني يعني هي بنتك اللي عدلة يلا ربنا يهدي ربنا يهدي الجميع
بقول لك يا سعدية، أنا عايز أشور عليك في موضوع دي. خير يا أخوي. أنا زهقت بقى بصراحة من مشوار الصعيد رايح جاي رايح جاي. أنا هسوي معاشي. ده يوم المونة، ده أنا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر. أيوة، قرشين المكافأة نحطهم في الوسطى وفايدتهم على قرشين المعاش ونعيش بيهم بقية عمرنا مستورين. طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور منها الواد؟ شوف أنا بقول إيه وهي بتقول إيه. يا ولية أنت اتخبلتي في دماغك، ما تطلعي من دماغك بقى. الله، يعني هو كان افتكرك؟ وبعدين هنروح له فين؟ احنا عارفين له طريق جرة. بقول لك يا سعدين، قومي نامي يا سعدين، انت بتصليتي؟ قومي نامي يا سعدين. كده برضك يا ماهر. نامي وقولي لمخك يستريح شوية بقى. معلش، ما انا لازم اجسي قلبي شويه. وانت وحشنا قوي يا ولد. بس اللي انا مش فاهمه، انت جبت القساوه دي كليتها منين؟ بص يا عموم، انت تبلغ الشكاوي. ماشي. انا اللي سهران النهارده، هاجي بالعمال نكشف واطلب تغيير الكابل. يجي المهندس يعين يقولوا له الكابل عايز يتغير، اركب الجديد، يمشي اركب القديم. الله، طب ما السليم يركب والجديد يتكهن والباقي عليك. لا ولا يكون عندك فكر، ده ملعبي. اهو ربنا قطع النور يا فتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله. الشغل مش عيب يا سماء. مش عيب يا اخويا، بس ما تشمتوش فينا. فيهاش حاجة يعني، لو الواحد يعني قال شوية طعمية في الحارة أو ماشي حنة برضو. وبعدين الشغل مش حرام يا أخويا. محدش قال إنه حرام، بس تقف على ناصية الحارة تقلي طعمية ورجليك تعبانة هو في الرايحة والجاية يلسن علينا. لا والله العظيم أديله بالبجور في وشه. يا فتحي يا فتحي، ده بلطجي، ده ما عندوش قلب. بقول لك يا أخويا، عشان خاطري هناكلها بملح، بس ما شافش في عينه نظرة شماتة واحدة. خلاص نسيب الحارة وندور على أي أوضة تانية نسكن فيها. لا، ما هو ده بقى اللي في بال، وأنا بقى مش هنوله اللي في بال. أمال هنعمل إيه يا سماء؟ أهو اللي عمل عمل ربنا يا فتحي، هو اللي بيعمل كل حاجة. نشوف مخبلنا إيه. نور. الله نور. الله نور عم فتحي. لملي بقى الكابل ده يا معلم. يلا عبد الله، هتاخد الكابل وتطلع على المخزن، وأنا هاخد العربية وأكمل الوردية، ماشي؟ ماشي يا صاحبي. يلا. سلام يا صاحبي. الله ينور يا رجاله. يلا نشاهد شويه. افتح يا واد، انت مش سامع؟ يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دكتور صوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد. ديهم. والله انتوا ما تربيتوش. ديهم يا عيال احباب الله. اتفضل. يا اهلا وسهلا. اعمل لك كوبايتين شاي يا ام. حاضر يا حبيبتي. خد يا منى. ده عشان انا؟ اه. وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي. قولي يا صلاح. يا لهوي. اقول لك صلاح حاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو. شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. تكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعاده الباشا، يا ريت على الاقل تتلم من الشوارع. بس انا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهاده ولا سنه. الشغلانه دي مش محتاجه الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، واحلى ما فيه ان كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعاده الباشا. اتفضل. صلاح. صلاح يا امي. خلي البساط احمدي. Yeah.
تتفرج علي الناس. انا اللي كل الناس بتعتبرني قدوه ليهم، انا اللي كل الناس بيعتبروني كبرهم وبيحلموا حياتي. عايز تفرجهم علي يا واطي؟ يا واطي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شو. علي اليمين ما انت قاعدين، شوفوا له شطه يلم فيها هدوم. شوفوا له شطه يلم فيها هدوم والاحصان يلمها واحرقها. قولي بس فهمني يا اخويا فهمني يا واطي يا سامر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فاهم بيترقصني من الحارة زي ما تروح فين الساعات؟ انا عارف يا اما اروح فين، انا عارف. هو بيعمل كده ليه يا اما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا مبكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا اما، شافني وخلاص يا اما. وانا عمال اقول الناس عماله تتلمس عليا ليه وانا مديهم الدرس؟ اتاريهم عارفين المصيبه اللي انا فيها. ابني ابني بصبتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. معلش يا حبيبي عشان خاطري، هو يوم كده ويرجعك اصله حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها ياما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها ياما؟ طب اهدى يا حبيبي اهدى عشان خاطري. لا مش ههدى ياما مش ههدى، كل حاجه بيقول عليها لا ياما، اي حاجه بحبها بيقول عليها لا ياما، لا لا ياما. هقول لك لا يا واطي يا سامر، طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا لهوي 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 يا يا سامي. انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا. ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام انا جاي. انا فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي يا نمي تقعد معانا يا منطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوقي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا، ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا ان انت عندك اب وبيخلف معاك. انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدولي، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك ايه يا غالي، ما تيجي ندور على حاجه نلوث بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. قاعده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. اديني يا غالي. ارفع يا زميلي. شكرا. تصدق اول مره اخرج مع واحد تتكلمي جد يا منى؟ هو ايه يا اخويا ده؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي بجد بجد. اه بجد. بطمن بس. لا خد طمن، اول مره اخرج مع واحد. عارفه انا جايب لك ايه؟ ايه؟ خاتم. ليه انا؟ اه وربنا يقدرني وغرقك ذهب ولبس وكل حاجه. امسك يا بركه دعاكي يا امي، ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطه معايا منى؟ مبسوطه ولا متضايقه؟ يا اخويا تف من بقك، يعني ما انت شايف ان الفرحه مش سيعاني، بس لا مؤاخذه لازم امشي. ليه؟ اصلي مش قايله لامي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. اه صح، صدقي كده انا احترمك اكتر واكتر. اشرب العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشرب. صلى على النبي بقى يا فتحي، من بكره ان شاء الله اول ما اعلان الميراث يطلع هناخد حقنا في البيت وفي الورش، ساعتها مش هنتحوج لحد ابدا. مش الفلوس هي اللي مضايقاني، انا حاسس ان انا ما بقتش راجل. يا لهوي ليه بتقول كده يا فتحي؟ بعد الشر عليك، انت راجل وسيد الرجاله كمان. راجل ازاي وانا ما بقربش ناحيتك؟ ما بقربش ناحيتك خالص وانت لسه في عز شبابك. ما هو مش بعيدك يا اخويا، هو مش الدكتور كان قال لك ان انت لما تاخد العلاج هتخف؟ ساعتها بقى يا فتحي انا مش هبقى ملحق عليك. هو الشيطان، الشيطان اللي عمال كل يوم يقول لي
ليه يا واد سناء بيستحملها كل ده وعشان ايه؟ عشان بحبك يا فتى، بحبك وعاوزاك. وبعدين انت جوزي وابو عيالي وانا مش ممكن هرميك ابدا. وعشان تبقى عارف بقى، انت وعيالك عندي بعد ربنا. ها قلت ايه؟ انا ما بقدرش ازعلك يا اخويا. زعلني يا اخويا، زعلني واضربني وبهدلني، ان شاء الله حتى تقلع اللي في رجلك وتنزله فوق دماغي. اذا كان ده يا اخويا اللي هيريحك انا موافقه. ازعلك ازاي وانا عاجز؟ انا عاجز في كل حاجه. انا لو عملت كده ابقى راجل ندل. ما تقولش كده عشان خاطري، ما تقولش كده. صلي على النبي يا اخويا، صلي على النبي. انا بحبك ما تقلقش، ربنا يخليك لي. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، انت هو وقلعه، يلا عشان تستحموا. ليه ياما؟ الله يا واد، انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا، هو انا هتجري فيه؟ دول ثلاث حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه، هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. إذا كان كده ماشي، تفهمونا بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. أيوة صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها على الراجل كده ليه؟ يا صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوف قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحك على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوشه اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي، انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن، ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا الشغل. اخلص. طب هلغيك بسرعه انت. قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. ارشم حياتي. سلام عليكم حبيب قلبي. يا اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنالي. استنى يا عم. باشا قلت امبارح كنت بتقولي يا صلاح، النهارده بقيت باشا. الحاجات دي مش بتاعتي، دي بتاعت الواد اللي جاي. يا بجحتك يا بت، ده انا ماسكك تلبس قدامك فين؟ بس اديني فرصه. والله العظيم ما عملت حاجه. استنى بس اسمعك. انا مش مسجله. هتضيع. ابوس ايدك هتضيع. انت مش عايزه تسجلي. هتضيع. انت عايزه يدق على وشك مسجله. تضحك عليا قلت لك كنت في الشغل قدام يا بت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. انت ضيعت. اسمعني والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصة عمرك. زبالة يا بت. أنا كنت عاملك بني آدمة. تضحك علي أنا؟ بتبيع مخدرات. ده أنا بديكي فلوس من ديابي. والله العظيم ما كنت بايعها. دي شوية شغل فاتهم يا أبويا. قلت أخلص منهم والله العظيم ما بتاجر فيهم، والله العظيم ما بتاجر فيهم. بتجيب المسكنة دي منين يا بت؟ بتجيبها منين؟ ده للكلب عمره ما يتعدل. صحيح الوسخ وسخ. عملت كده ليه؟ عملت كده في إيه؟ أنت فاكرني يعني هصدق إن واحدة زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب.
اصحى يا باشا اصحى. انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه. خد الخاتم بتاعك خده وديني على الاسم. بس يا بت الخاتم ده احسن من عيني. بوريني بقى شوف امك واخواتك ازاي قدام على الاسم قدام يا روح امك. يا يوسف عصام بيه موجود؟ طلع من المرايه. خد البت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض بتعمل المحضر ونخرج. كلبش ارميها في الحجز. يلا يا بت يلا. احضر نعم الاستاذ. الكلام اللي هقوله ده ما حدش يعرفه. ده كان سر بيني وبين ابويا الله يرحمه. موصيني ما افتحش الكلام ده الا في حضورك يا عم الاستاذ. خير يا سعيد. نقرا الفاتحه على روح ابويا الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. الله يرحمه ويرحم موتنا جميعا. أبويا الله يرحمه قبل ما يموت خرج كل الناس بره الأوضة وقال لي تعالى يا سعيد. قلت له مالك يا بابا مالك؟ قال لي قرب منا يا سعيد. قربت. قال لي وطي عليا. وطيت. قال لي حط إيدك في جيبي وطلع اللي في جيبي يا سعيد. قلت له لا يا بابا لا، أنا عمري ما حطيت إيدي في جيبك يابا. قال لي اسمع الكلام يا واد. حطيت إيدي في جيبه لقيت شوية ورق. قلت فيه إيه؟ أبويا بيخرف ولا إيه؟ قال لي اقرأ اللي مكتوب في الورق يا سعيد. بصيت في الورق لقيت عقود بيع. كداب في أصل وشك. أبويا مش ممكن يعمل كده أبدا. ما تستهدي بالله. أمال يا سناء يا بنتي هو الراجل لسه قال حاجة؟ بصي احترمي نفسك لا بهدلي. ما تقدرش تهوب ناحيتها طول ما انا عايش يا سعيد. يا عم روح انت كمان كده. طب استاذن انا بقى. خلاص عم الشيخ تمام خلاص. استهدوا بالله ونتكلم كلام عاقلين واحترموا وعدتي. ما صحش كده. كمل يا سعيد. قريت الورق لقيته عقد بيع للبيت والورشه باسمي. قلت له لا يابا لا انا ما ارضيش. واختي ومراتك وابنك. قال لي لا ده حقك. البيت والورشه حقك يا سعيد وانا عارف يا ابني انك مش هتظلم حد فيهم. وطب ساكت. وادي الورقه اهو باصم عليه بايده. شوف يا سعيد لو شيوخ الدنيا كلها صدقتك انا بقى مش هصدقك. اعملي اللي انت عايزاه طالما انك قليله الادب ومش محترم حد. عم الشيخ العود معاك ودي وصيت ابويا. بقى ابوك وصاك تاكل حقيله قبل ما يموت ليه؟ كان غضبان عليا ولا غضبان على ابنه اللي لسه عايل؟ ما خلاص بقى يا بنتي. خلاص ايه يا عم الشيخ؟ انتوا هتجننوني؟ ده سعيد منصور ياكل مال ولاده قبل اليتامى. ما هو حرمك من الميراث عشان لسانك الطويل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شيء معمول حسابه وانا ما ظلمتش حد. وكلمه زياده هطردك انت وجوزك. وانا اروح فين انا وابني؟ تقعدي في بيت ابويا تربي ابنه اللي هو اخويا. مش ده الحق برضو عم الشيخ؟ انا لحد كده ومليش حكم. ده عقد بيع وشراء ومن حكم في ماله ما ظلم كده. ماشي يا سعيد انا همشي. لكن ويمين الله ما هيعدي صبح ولا ليل عليا الا بكون داعي عليك في كل ركعه وفي كل اذان. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه منك لله. يلا يا واد امشي. الله لا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ما قلت لك يا سناء قولي لابوك على كل حاجه قبل ما يموت. اهو مات وخد كل حاجه. اله يدخل عليه بالخراب ويصرفه على المرض. قادر يا كريم. قال وجايب الشيخ معاه علشان يشهد. هو الشيخ تمام هيعمل له ايه بس؟ هو ده حد يقدر عليه؟ معقوله؟ معقوله ابوكي يكون كسب كل حاجه قبل ما يموت؟ مش ممكن يا فتحي مش ممكن. ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. انا شفت الوصمات والعقود. تفضل يا رب ارفع قضيه. هيكسبها. هو مش عبيط ولا برياله. هو فاهم بيعمل ايه. بيخطط ويدبر وعامل كل حاجه وهينفذ. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ده الاشاره. ايه الاخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. رانا يا يوسف.
عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا ما بعتها لها. ولا امشي من هنا. ايه يا باشا؟ وانا اجيب لها ايه؟ ما اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده، اتكل على الله. ولا يا باشا تتعرفها منين؟ من حارتها يا باشا، حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا قلت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعت ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل وما بعتها. اه منى عباس. ايوه. امك بعت لك الاكل ده؟ تعالي يا بنت انت وهي، ده اكل بيت. جمك طلعت مره قوله قوي يا بنت في الطبيخ. بتمر مره يشطح بوزك. ايه مره دي؟ لما امي انا تبقى مره، امال امك انت تبقى ايه؟ امال اختي هي مش مره ولا ايه؟ امال انت يا بنت الادب، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي، انا بقى الادب جوه السجن وبره يعني. انا اديني الادب على روحي. ما انتيش طافحه قومي. انت يا بنت ما انتيش قد مني يا بنت. ما انتيش طافحه. يا نهار اسود. ما انتيش طافحه يا وهي. يا نهار اسود. يا نفسك يا بنت. قولي لي ما انتيش طافحه. وحياة أمي لوريك. ما تحترمي نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من بكرة أنت هتروحي على النبي والنبي على السجن. أحسن. ما شافش الأشكال الواسخة دي. إحنا برضه أشكال واسخة. مش معاك اسكت يا مرة ولا أمسح بكرامتك الأرض. تحت أمرك يا بيه. حاضر. حاضر يا بيه. يوسف. آه. كلبش البيت دي ورميها في الطرق. يلا فهم. ما تحترمي نفسك يا مرة. كل واحد تقعد مكانه. اسمع صوتي الحبس. اقفل يا ابني. قال لي احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبه كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. انا يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد. ويا ريت نافع. ما تبصش انت ليه بقى يا سبع، ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش بالي. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. تتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني عشان كده. يمكن ده اللي خلاني خايف، مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم دول نسوان فار، كل واحده عايزه تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. المساواه، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستن، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كف الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجه، النسوان هي اللي بقت مفتريه. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحده متجوزه واحد ومحتكراه، مع ان الحكومه مانعه الاحتكار. انما لو سمحت بقى ان جوزها يتجوز واحده واثنين وثلاثه مش هيبقى في عوانس في البلد. الله يا فكره. طب بس ازاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه. بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بقول ايه؟ ابعت خش يا عم. على الباب اهو، الباب اهو. ريت الشاي شويه يا رجاله. عبد الله. عبد الله. مهندس نبيل معاك ياخد الكرتونه. تاخد ايه؟ كرتونه ايه؟ كرتونه اللوند. ليه؟ اللوند. اللوند. ثانيه واحده. كرتونه يابا.
هاتوا الواد ده. انا مش بتقعد على الحاجات دي صعب البيت. يا لهوي يا لهوي صعب البيت يا لهوي يا لهوي. نتصل من الكشك اللي بره. تعالوا بالتليفون يا اخويا. استر يا رب اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه الست موجوده؟ لا مش موجوده خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء سناء مش هنا. انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. هو في حد قال لك حاجه ولا يا وداد؟ لا يا بيه لا يا بيه الحمد لله. عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه، لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص الله الغني. انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صباح الخير. صباح النور. بص يا ست سامي، ال 40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه. وارحمنا جميعا. الناس بقى بدات تلخبط وتلوك في الكلام وانت صغيره والناس لسانها طويل. قطع لساني اللي جيب سيرتي بكلمه. ما حدش هيقول في وشك حاجه واحنا ليه يا ست ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلمي هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد. الله، اما نمشي احنا. اما امرك عجيب. بقول لك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه. افهمك ازاي يا ست؟ انا بحافظ عليكي وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيب ورثك؟ معاك كل حاجه قبل ما يموت، واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجه. ما دام ما احترمتش عظم التربه اعمل اللي انت عايزه، واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والاخره معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولمي حاجتك وخلي بالك من نفسك. اي حاجه تعوزيها انت او ابنك اللي هو اخويا الصغير من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى ميه. يا عم انت بتقول ايه؟ انا ما صدقت ربنا سترها في موضوع اللومب ده. حط صوتك يا عم، هل صوتك ليه؟ انساني يا عم. المشوار المره دي نضيف. نضيف ازاي؟ ما هو لو نضيف احنا بنوطي صوتنا ليه؟ في 20 باكو يعني هنجيب التاكسي اللي بتحلم بيه؟ ما
مصلحة سهلة. عمك مصلحي عايز يقلب دورينه ومعهوش رخصة. عايز حد بس يأمنه لحد ما يبني، وهو عارف الحقيقة هيرفع قضية وهتتحل بالفلوس وهيدفع. اه طب والمطلوب ايه؟ هتتزرع قدام البيت لحد ما عمك مصلح يشاور رملته وطوبه واسمنته. خلاص الشيشه؟ خلاص يا ابني. لو حد عدى من الحي هيلاقيك قاعد هيمشي، بس انت بقى عليك تفهمه. ما يشونوش، مواعيد المرور، يقفلوا الباب عليهم، يشتغلوا بالليل. اه طب وانا بقى هقعد قدام البيت ده بصفتي ايه؟ هات لك شيشه واقعد شوف لك اي حد صاحبك من السكان، لغيه في اي حوار. ده هم اسبوع يعلب الدورين ونقفش. لو رئيس الحي عدى، لو الحي هد الدورين هد معاهم. يلا هد معاهم صح كده بقى، يبقى مصلحه نظيفه. انت بقى هتعمل ايه في المصلحه النظيفه دي؟ انا من جوه بقى بمنع المرور. ما تصحى يا عم. يا عم خلينا نايم، احنا شغالين في النظيف. فين الفلوس؟ طب شيل بس المطوة دي يا حبيبي، ما توديش نفسك في داهية عشان ولي عجوزة زي حالاتي. خلاص انت هترغي معايا؟ تحت الكنبة هنا اهو. يا عبد الله! هاي! الحمد! أمين يالا! يا سبتين! يا ود! يا لهوي! أمين يالا! يا ود! أمين يالا! يا ود! كده ده تاني! وقف معايا يالا! يا ود! يا ولد 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 ما تسرقش تاني. فاهم يا ولا يا فاهم ولا يا بس خلاص ربي يزعلك علينا يالا. معلش والنبي حسن، قوم معلش والنبي حسن. ايه دي يا معلش والنبي حسن؟ يا لهوي يا لهوي يا قوم يا يا لهوي يا واد سيب يا اما ودي لي اسمي يا اما. سيبه يا ابني، هو بس اللي حرامي. قوم يا اغرق ابني يا اما. كنا ودينا لي اسم يا اما. اسم ايه بس؟ يعني هو كان سرق لنط الحي. يا دي لنط الحي، مش هنخلص بقى من الموضوع ده ولا ايه؟ ولا قلبي هيصفالك ابدا الا لما ايدك تنضف من الوساخه اللي طلتها. يا اما خلاص بقى يا اما، غلطه وراحت لحالها. حلها ايه بس يا ابني؟ الحلال مفيش احسن منه. يا دي الحلال، هنمشي في الحلال لما نشوف اخرها ايه. هتشوف الخير والهنا كله ان شاء الله. اقفش. ايه يا بت؟ بتحبي ولا ايه؟ يا ريت يا اختي يا ريت. يبقى جوزك وحشك؟ مش متجوزه ولا مرافقه ولا مصاحبه يا بت؟ عايزه ايه يا ولية؟ ما تتلمي بقى. الله مالك؟ امال عايزه كده تفهميني انك سك؟ لا يا اختي بحط تل. ما انت ليكي في اللون اهو بتفهمي في الخمره، اما الملك قاعده مكتومه كده وسكتم بكتم. احكي لك ايه يعني؟ احكي لك ايه بس؟ اسمعي بقى، انا صايعه قوي قوي وافهمها وهي طايره، واعرف عين الست من اول ما ابص فيها. وانتي عينك كده سايحه ونايحه وجواها راجل قاعد ومقدد. ما تفضفضي يا حبيبتي، ده انا زي اختك الكبيره. قوليلي ايه بتحبي؟ اللي كنت بحبه مات. الله يرحمه. ده كان ابويا. ارتحتي؟ ابوكي؟ ما كلنا حبينا ابونا. انا بتكلم يا بت عن الحب التاني الامور. قصدك الحب ابو غرض يعني؟ ايوه هو ابو غرض ده اللي انا بتكلم عنه. لا يا اختي عمري ما حبيت، ولو حد كان يبص لي بصه كده ولا كده كنت اخاف منه. في الحته بتاعتنا في صنفين من النسوان،
يا اما النسوان بتخاف من الرجاله عشان اهلها، يا اما النسوان بتحب المشي البطال ده. يعني ما اخبيش عليك يا حبيبتي، انا الصنف التاني ده، ومش المشي البطال سايقني وبس، لا ده طير بيا طيران. الله اكبر الله اكبر. على فين يا جدع؟ برال انت كل ما تشوفني تقول لي على فين على فين؟ تكونش اشتريت الحرارة ما اعرفش. ما انت برضه كل ما تشوفني بتنساني. طب اخلع خفيف اخلع. مين؟ انا. انت مين؟ صلاح امين الشرطة. انت عايز مننا ايه تاني؟ ضحكت على البنت لغايه ما قبضت عليها، روح منك لله، ده انت خراب. ليه كده يا حاجه؟ ده انا بالعكس كنت عايز اساعدها. تساعدها؟ تساعدها ولا تحبسها؟ اخذت لها سنه حبس. روح منك لله يا شيخ، حرام عليك. ما تزعليش، اهي سنه تاخدها بالطول ولا بالعرض، بجمله العذاب والمر اللي احنا فيه. على كل حال انا موجود، لو احتجت حاجه كلميني. يا استاذ شيل حاجتك دي، احنا مش عايزين منك اي حاجه يا استاذ. يلا اتفضل يا حاجه، دي حاجه بسيطه عشان العيال الصغار. العيال بخير ومستورين، وانا موصيني ما اخدش منك كفه حاجه، توكل على الله. موصياتي السلام عليكم. انا بيه يا ابني، اختفينا قدام القهوه. انا على القهوه اهو، انت فين؟ الراجل هيبتدي شغل النهارده. ايوه يعني هنقفش. سردينة قهوه. حاضر. هتروح له اي حد يظهر من الحي لغيه. انا خايف ابو البر رئيس الحي ده يطب علينا. يا عم وانت مالك؟ هو انت اللي بتبني في الممنوع؟ اي كبسه ارفع ايدك، مالناش فيه. ماشي يا عم الحاج، لما نشوف. مش شغالين في النضيف. قهوه فين يا سردينة؟ حاضر على النور. بسرعه بس، عايزين نقفش لحسن دي ميته خالص. عيني ما عملت في طرفنا في اي 50 جولد. الراجل اسمه خميس ده عقلاني النهارده. ما انا قلت لك يا فيتا مش هعرف. وانا بس اللي هدفع عم غمال ولا ايه؟ انت هتزل لنا يا صاحبي؟ يعني انت مش عاوز؟ يا عم انا لسه حتى في حقن الطلق. بقول لك ايه يا بيتا، ما تيجي نبيع التلفزيون ده. التلفزيون ايه يا عم؟ ابويا لو جه ما لقاش التلفزيون ده هيشقلطني. يا عم انت ابوك ما بيجيش غير كل اول شهر، يعني لما يجي الشهر الجاي نكون جبنا واحد بدال. انسى يا عم الموضوع ده، انا اروح اشوف عيال صحابي افتشهم في اي دماغ. وهتسيبنا يا صاحبي؟ اما اعمل لك ايه يعني يا عم غمال؟ خلاص يا بيتا خليك، انا هقوم اتصرف. تسرق من دولاب ابوك يا جمال؟ دي اخر تربيتي فيك؟ ايه بابا، انا كان لازمني فلوس وخفت اقول لك. من امتى بتخاف تطلب مني فلوس؟ انا حرمك من حاجه؟ ها؟ وديني مصروفي ما يعدينيش والعيال بتنقلص عليا عشان معيش فلوس. 300 جنيه لعيل زيك في الشهر ما يكفوكش؟ ليه؟ بتشرب حاجه؟ لو ربنا يا انت تاخد كام من دولاب ابوك يا جمال؟ كنت هتاخد كام؟ انت 400 جنيه. خد يا جمال 400 جنيه. لا خلاص يابا مش عاوز. خد يا حبيبي، ولما تعوز فلوس تاني يا جمال قول لي يا حبيبي. عارف ليه؟ عشان تبنى يا جمال الورشة والبيت وفلوسي كلها ليك. عايزك تبقى راجل يالا، عايزك تبقى راجل وتجيب القرش بالهوى
مش بالسرقة. المرة دي سرقت أبوك هيسامحك ويداري عليك، لكن لو سرقت حد غريب مش هيسامحك يا جمال ولا هيداري عليك، هيفضحك يا ابني ويمكن يحبسك. فاهم يا جمال؟ ما تزعلش مني يا أبا. آخر مرة تعمل. حاضر يا أبا. عايز 400 جنيه ليه بقى؟ ولا حاجة، أنا هجيب حتة موبايل لقطة مع واد صاحبي. ماشي يا حبيبي، 400 جنيه معاك أهو، هات الموبايل وخد 50 جنيه دي كمان خليها معاك. ماشي يا أبا. يلا. خلي بالك اللي احنا لفينا الدنيا كلها لغايه ما جبنا لك النمرتين دول، احنا عاملين معاك كل الواجب. الله يكرمك يا معلم. الله يخليك. طول عمرك ابو الواجب. الله يخليك ويبارك لك. عندي يا عم. عندي عبد الله. عندي انا. بس الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه؟ الله فلوس ايه؟ هنستلم امتى بقى؟ دلوقتي حالا يا ريس. تمام. الف مبروك. الله يكرمك. الله يخليك. الف شكر. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. يا عبد الله العربيه واقفه وحش زيرو. هو ده ولا سمي بقى وخش من رجلك اليمين على اساس فتحه خير يعني. الف شكر يا معلم. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ربنا يخليهم لك. على مالك. طب وتاكسي؟ تاكسي تاكسي. ايه وجبنا تاكسي؟ تاكسي. والحلو تاكسي؟ تاكسي. اوبا اوبا اوبا. بقول لك ايه يا صاحبي، الاول شرط اخره نور. تمام كده، محدش يعرف اي حاجه ان احنا جبنا تاكسي. ها ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ اما بنعمه ربك فحدث. ايوه يا حبيبي حدث، ده لما تبقى فلوس يمين مش شمال. يا نبيل، هو في حد بينبش ورانا ولا ايه؟ طبعا يا معلم، من اين لك هذا؟ فجاه كده بقى معاك فلوس وانت قبضك كله على بعضه ما يجيش 500 جنيه؟ نبيل انا على يدك مجرد المصنع، يعني كله امان يا معلم. يا حبيبي حق الدورين بتوع الحاج مصلحي ممكن يتهرش. ما يتهرش، واحنا كاتبين على نفسنا وصل ولا اسمع ايه؟ اللي بقول لك عليه، محدش يعرف اي حاجه، واذا اي حد سالك قول له ان انت سواق على التاكسي ده، يعني هم هيدوك نشال لو عرفوا ان انت مشارك على تاكسي. خلاص ما نقولش لحد ولا صباح ولا حد طم. واما اما اما وتعالي يما يما. وجبنا تاكسي تاكسي. تاكسي تاكسي تاكسي. وتعالى وانا تاكسي تاكسي. ويما يما. بس يا بس يا بيه بس يلا، الله يخرب بيوتكم. وحشتوني يا عيال زيلكم. ايوه يابا. ايوه يا نادي يا بنتي، قولي لامك اني اني دخت على الفسيخ اللي هي طالباه ومش لاقيه. اني عارف هي مش هتصدق. اعملي في امك بقى. تعملي يعني ايه؟ خلاص ما تجيبش، بس ما تنساش الحنه اللي امي قالت لك عليها. حاضر حاضر جبتها. قولي لها بقى انني طالع على محطه القطر عدل. ها مش عايزين حاجه. يلا مع السلامه. نصيبها كده بقى، اعوضها لك مره ثانيه. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. السلام عليكم. الراجل اتأخر قوي، مش عاوزه يتأخر كده. يا عدرا هاتي بالسلامة، ده انا ماليش غير لا واد ولا بنت. يا واد ابوك تعب قوي وعايز يستريح. انزل بقى يا عادل اقعد في وسطينا. يعني هما الخواجات احن مننا عليك. اتهد بقى يلا، اتهد بقى واقعد في حته، اركز شويه. بس نطمن الحاج الاول. اعلنت وزاره الداخليه عن وفاه 58 شخصا في حادث انقلاب قطار الصعيد المتجه الى الجيزه، وقد اصيب في الحادث حوالي 120 راكبا. تم اطلاقهم الى المستشفى. يا سبتي ارحموني يا ناديه، ارحموني. في ايه طيب؟ يا حبيبي يا ست سعديه، في ايه طيب؟
حد قريب يخش. عاشر مره اقول الكلام ده، حرام عليكم تهقطوني في عزتي. المتوفيين من باب المسرحه، افهموني بقى، حرام عليكم. محمد سمير احمد، كسر في عظام الفخدين. الحمد لله، اجري يا واد. مبروك يا اختي. علي حمدي السيد، كسر في عمود الفقري والاطراف. يا منين لو سمحت؟ باب السبالة الثاني يا اخويا، باب السبالة الثاني. ماهر عبد السيد، شارع النصف. انا مهلك يا اخويا، نورت بيتك يا سماه. انا مهلك يا حبيبي، اسم الله عليك. بالراحه بالراحه. بص بص، ايوه. عايز حاجه تانية خالص؟ عليك ما نجيبكوش في حاجه وحشه. سلام يا اخويا. سلام. يا حبيبتي بقول لك ايه، بس بقى بس يا اختي بقى، انا اروح اسلق له فرخه كده يشرب شربتها ترم عظمه. مش نكديه وليا بقى، فرحنا وحنعدي. رجلك خارج على رجلي. امر الله يا اختي، امر الله. احمدي الرب. لو سحب قليل. خدي الغيره. نورت بيتك يا غالي. نورت بيتك يا حبيبي. يا ماهر مالك ساكت كده ليه من ساعة ما شفتك؟ عيط يا اخويا، انت خلاص بقيت في بيتك، عيط. اشكر ربنا على كل شيء. امال نشكر الرب على كل حاجة. عيط يا ماهر، بلا عيط فرق. عيط يا حبيبي. الهيل عليك يا سعدي. عليك يا مان، ما تقولش كده. انا اخدمك بعناية يا حبيبي، ده نركع ركبي واخدمك. انت يا ما شلتنا انا وعيالك. اهو نتعكز على بعض لحد ما الرب يطلب. ازيك يا صباح؟ ايه يا عبد الله، امي مش هنا. عادي يا بنت، في ايه مالك؟ هو ايه اللي عادي؟ بقول لك امي مش هنا يا بنت. بس خش خش. اخش فين يا عبد؟ يا بنت خش يا بنت. امي مش هنا يا بنت، بلاش كلام فاضي يا عبد الله. يعني خلصت بدري يا صفية؟ ربنا رزق، هقعد اعمل ايه؟ ادعي لي يا اختي والنبي ادعي لي. صح الظهر عايز يرزقك ليه؟ كل واحد بياخد نصيبه يا صفية. روحي يا وليا. وش واحدة نايمة يا بت؟ ده وش واحدة نايمة؟ هي أمال أمال يعني كنت فين؟ من هنا يا بت. من أي يما؟ مفيش حد. طيب يا بت مين اللي هنا؟ مين اللي هنا يا بت؟ مفيش حد يما، مفيش حد. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مفيش حد يما، مفيش حد. مفيش حد إزاي؟ أهو. طيب أنت تحت السرير يا واطي. اطلعي يا واطي. مش قربت تصبري؟ يا روحي 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 يا روح
روح يا امك يا حبيب امك. يلا اسمعي يا حبيبتي يا يا تنبرحنا يا هتقولي تتخيني وش وطي راسي في الحر حرمتي يا ولا لا حرمتوش شت 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 ودي صوت صوت الطاش بتريع عليا عشان انا ملك الارض والسماء عشان افطرك واخلص مش عارف سيبي نفسك يا ملك راسي شت صوتك ما يطلعش يا بنتي اللي قتلك صوتك ما يطلعش لا حرام المفروض الجوازه دي ضهر 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 شر خرسي خرسي والله يا اما زي ما بقول لك كده هو ده اللي حصل والله هو ده اللي حصل ما حصلش اكتر من كده والله لما تحلف لي من هنا لاخر الاوضه ما تصدقك ايه واد اللي دخلك اوضتهم ومها مش موجوده كنت عايز اقول لها حاجه يا سلام عايز تقول لها حاجه طب استلقى بقى اللي هيجرى لك خدوا بطلنا تعالي يا صفيه امشي اطلع بره يا واطي امشي قلبي وربي غضبانين عليك امشي تعالي يا اختي تعالي اقعدي بصي خالتي بصي بقى الدبه اللي جابها محروس ابنك اهي ما تلزمنيش جينا بقى للقرف ليه يا اختي خلاص الواد طلع بره وتعالي بقى اما نتكلم على المكشوف نعم قولي يا خالتي عايزه ايه ابننا بقى اللي هيخش النار والدلعه دي بنتك اللي هتخش الجنه يعني ايه يا خالتي يعني ايه يعني غلطه وراحت لحالها ما قلناش حاجه لكن الواد حلف لي انه ما حصل بينهم اي حاجه الا يعني زي ما تقولي مخطوبين جرالك ايه يا صفيه جرالك ايه يا اختي ما تشهلي بقى وتسطري البيت خلينا نخلص يا لهوي وهو انا محدود حيلي غير عشان اسطرها يا خالتي طب ما يلا يا اختي قربي البعيد اعمل ايه يعني اعمل ايه خلاص احنا ندخلهم الجمعه الجايه ندخلهم فين بس يدخلوا فين دول يشوفوا لهم اي مطرح بايجار لحد ما ربنا يفرج عليهم يلا يا اختي ربي يا خايبه للغايبه بكره تترمي رميتي دي هم يتلخموا في عيالهم وانت بقى دوري على اللي يسال عليكي يعني عاجبك يلو دراعنا كده سميها بقى زي ما تسميها المهم الاسبوع الجاي نكتب واللي من وراه يخشوا يخشوا يغشوا يغوروا من خلقتي يخشوا في 60 دقيقة هم الجوز وصلي صلي صلي والنبي صلي صلي عادنا بيصلي صلي واتدحرج واجري وتعالى على حجري يا رماعه ويا رمانه وحدي ايوه كده يا اما اهلا وسهلا يا اهلا بيك اهلا بيك يا اخو كان حضرتك قد ايه معلى واحدة خيرك ده البيت نور منور باهل والناس يا حبيبتي كتر خير اتفضلي يا حبيبتي تسلم ايديك يا حبيبتي شكرا اشكر ربك يا مهندس انها جت على قد كده يعني هنشكر من غيره نصيب الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا دي وعيشه بنتك عامله ايه الحمد لله يا اختي سالت عليك العافيه وشوقي ده انا بقالي كتير ما بشوفوش لا اصل شوقي لا شغلانه متعبه قوي ده احنا نفسنا ما بنشوفوش الا كل فين وفين ربنا يكرمه استغفر الله العظيم بامانه الله هو ولد ابن حلال وفي حاله يعني هيطلع لمين غير لابوه وهم بقى مقدس هيصرفوا لك تعويض ولا هيطمشوا بصراحه يا استاذ تمام يوم الحكومة بسنة من ساعة ما حصل اللي حصل ده ما صرفوش غير 5000 كتر خيرهم اللي يجي منهم أحسن منهم اللي قولي لي يا أختي عادل ابنك بقاله مدة مسافر مفيش أي أخبار عنه هنعوض عند ربنا هو دريان ده حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديه ويهدينا يا رب اسكتي يا أختي على شوقي يلا يا زينب الله ما أنت قاعد يا أستاذ تمام احنا قلنا نيجي نطمن عليك قدر الله ما شاء فعل يا اخوي يلا يا زين انتوا لسه ما شربتوش الشاي لا انا شربته الحمد لله يلا كتر خيرك يا اختي يلا سلام عليك فوتك بعافيه الله يعطيك فوتك بعافيه هنا البركه يا عيني عليك يا سعديه وعلى اللي جرالك يا بنت اجري شويه ايدك اتبلت ازيك يا خالتي ازيك يا حبيبتي ازيك يا استاذ تمام اهلا يا صبحي بركه انك جيت تشوف حماك الواجب بقى هنعمل ايه طول عمرك صاحب واجب يا اخوي بارك يا اخويا انك انت برضو جيت تشوف حماك الناس الكبار دول ما يتعوضوش ابدا طبعا يا خالتي نشكر ربنا على اي حاجه ما نجيلكمش في حاجه وحشه يلا يا بت والله ما في اوحش منه على فكره الواد صبحي ده مش تمام بيقعد طول النهار على القهوه وبيلعب قمار يخيبه بيلعب قمار
بس الواد ده كان كويس قوي يا حاج. ولا كويس ولا حاجه، طول عمره مقرف ومطلع عين البنت ناديه، لحتى الراجل الكبير يا وديه تعبان قوي بسببهم. يا يا عيني عليك يا سعدية وعلى حظك المهب، الواد الكبير بقى له 20 سنه وطفشان منها، والبنت المتنيله على عينيها دي بقى قلبها قاسي من ساعه ما اتجوزت، نسيت ابوها وامها. ده القرف بتاع العيال دول يا ساتر يا رب. العيال كده جايبين التعب لاهاليهم. يلا نعرف ايه العيال اللي طالعه. مش وطي صوتك. شو اخويا؟ ازيك يا بنتي؟ عايش ازيك؟ وحشتيني وحشتيني قوي. عم عم شوي هنا يما. شوي أم. شوي يا حبيبي يا ابني. وحشتيني يا شوي. وحشتيني قوي. وحشتيني قوي. ايه الواد الغيبه الطويله دي كلها؟ اخش عليك يا شوي كده برضو. مالك يا واد خسس كده ليه؟ ما كنتش بتاكل ولا بتشرب؟ لا يما بقى. طب كنت بتصرف منين؟ من الشغل يما. شغل ايه؟ تعالى 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 يا اخويا، ابوك مش هنا. عارف يما. تعالى اقعد. عارف انه راح يعزي. ما تمشيش بقى يا شوي، خليك معانا. معلش يا عشا، معلش، هي فترة كده بس، أوعدكم هرجع، هرجع إن شاء الله. بقولك إيه يا شوقي؟ عشان خاطر يا ابني انزل لأبوك واستسمحه وإن شاء الله هيسامحك عشان خاطر. لا ياما، أبويا لو كان عايز يرجعني البيت كان رجعني وأنتِ عارفة. بس أنتوا وحشتوني، قلت أجي أطمن عليكم وأسلم عليكم. عاملة إيه ياما؟ احكي لي. وأنت كمان يا شوقي وحشنا قوي يا حبيبي. وأبوك ما وحشكش؟ أنتِ عارفة ياما أنا بحبه قد إيه. وهو كمان بيحبك قوي. بس هقول ايه؟ ربنا يهدي الحال يا ابني. طيب انا لازم انزل قبل ما يطب. خليك يا شوقي ما تمشيش. امسك يما، امسك، خلي الفلوس دي معاك. لا يا حبيبي انا مش عايزه منك حاجه. يا اما دي فلوس شغلي. خليهم لك يا حبيبي، وبعدين ابوك لو سالني هيقول لي جبت الفلوس دي منين؟ اقول له ايه؟ طول عمرك بتخافي منه يما. يا ابني مش بخاف منه ولا حاجه، مش برضه هو ابوك. ادعيلي. رايح فين؟ ادعيلي يما، لازم امشي. شوف وشك بخير. اقصى عليك يا شوقي. سلام يا عيشه. ولا حسبني تاني يا شوقي. اقصى عليك يا شوقي، اقعد معانا يا حبيبي عشان خاطر ربنا يهديك. ادعيلي يما، ادعيلي. ربنا يهديك يا حبيبي. شوقي يا شوقي، اقصى عليك يا شوقي. يا رب يا رب نديه وفي شر الطريق يا رب. يا رب يكفيك شر المستخبي في علم الغيب يا شوقي يا ابني يا رب. منى بنتي يا منى، وبعدين مالك كده يا اختي؟ من ساعه ما استجنتي يا اختي ما بتنطقيش، وسايباني كده وقاعده سكتم بكتم. ما تقولي حاجه. قرفانه يا بيسه؟ قرفانه. قرفانه من ايه بس؟ دي هي سنه واحده. منه لله. ايوه، مين بقى ده اللي منه لله؟ اللي كان السبب هيكون مين يعني؟ بصي يا نور عيني، انا السجن علمني حاجه واحده بس، اني ما امنش لاي مخلوق مهما كان. عامل ايه بس؟ قعد يسبل لي يلا في الاخر سلمني بايده. ومن سمعك يا حبيبتي؟ ما هم الرجاله كلهم كده. بالك؟ ما انا برضو جوز اللي حبسني، امال هيكون مين؟ بس انا هسيبه ابدا، وغلاوتك عندي ما اسيبه ابدا. ان ما نيمته في بطاس ما بقاش انا بيسه. عندك عيال منه؟ عندي اتنين يا حبيبتي، والاتنين في الأحداث. أصل إحنا أسرة مفككة بعيدة عنك. يا لهوي عليك. يا أختي اضحكي اضحكي، محدش واخد منها حاجة يا منى. هما يومين بنقضيهم، يا برا السجن يا جوه السجن. طب نامي نامي بقى، يلا نامي. مين هيجيله نوم؟ أدينا قاعدين. انت وهو تكونوا مزعلين امكم. لا والله. اسال ايه؟ بتقولي جالك يعني؟ اما هو اتبجح صحيح. لا وايه؟ جايب لي شويه كياس مشيته وهو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره قنبني. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجه. رحت لصاحبتك مديحه اتهربت مني، وخالك ايد ورا وايد قدام. ويما فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعمله وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع؟ ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال، الواد جدع وهيساعدني لو حياته. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص يما هقضيها هنا سنه ونخلص.
النبي حرص وخالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خد بالك من نفسك، انا جايبالك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. كلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا اسري، الموضوع ده ما خرجش بيننا. عيب، ما انت اول مره توصلني في طلب، طول عمري انا اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج، لو تهمك قوي. ايه هو؟ هو تصايع يشيل القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول اللي بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره وارد عليه. وانا مستنيك. يا وليه كفايه بص بقى في صوره الواحد. صدقيني هنموت من غير ما نشوفه. نفسي اشوف نمر. وبعدين انا كبرت، فضل لو شافني دلوقتي مش هيعرف. هو بطل يطلبنا ليه؟ انت بتساليه بابا؟ راح يساليه؟ اعمل ايه؟ الواد وحشني قوي. طب يكتب لنا جوابات يطمنا عليه. انسانه كده كاننا ما كناش موجودين في حياته. هو ينفع؟ لسه يا ابني كسعديه خلاص. كلبه مات. ما بقاش يفكر غير في نفسه وبس. ادعي له بالسماح يا سعديه. قوم نايم، انت تعبانه من صباح يا رب. هو فين النوم ده؟ خلاص العين جفاها النوم. خلاص خليكي كده. خليكي كده، احرجي في دمك على حته كلب ما يستاهلش. أنا تحت أمرك يا باشا. منى خدت سنة حبس. عارف يا باشا. بنت غلبانة. عايزين نساعدها. ما هي نازلة استئناف، ربنا معاها بقى. بقول لك عايزين نساعدها. مش فاهمك يا باشا. عايزين حد يشيل القضية. هات قهوة سادة يا ابني. بص يا باشا، اتمنى ما اكونش انا اللي في دماغك. لا مش انت، بس انا جاي لك عشان تشوف لي حد. نشوف يا باشا، نشوف البنت حلوه وتتخدم برضه. ما تظبط نفسك يالا، ما تخليش دماغك تروح لبعيد. بعيد قريب، المهم المصلحه تقدر. ماشي، عندك حد يخلص؟ هحسبها لك. اللي هيشيل ده هياخد سنه، 6 اشهر بالميت. هيتظبط بيشيل كده، تلاقي كتير يشيله. اجيبهولك امتى؟ اهم حاجه اكون بعيد عن الموضوع ده. عيب يا باشا، انا هخليه يسلم نفسه قبل الاستئناف واظبط لك الدنيا. فهمني، اكون بعيد عن الموضوع ده. هو انت مين يا باشا؟ انا ما اعرفكش. خلصوفي خلصوفي. ايه يا حبيبي؟ خلصوفي بتقول تعالى كلمها بسرعه. ليه في ايه؟ تعبانه قوي. يا لهوي، ده يكون جالها انفلونزا طيور. ام حموده خلي عينك على الفرش على مرجع. سلامتك يما. سلامتك. يما بسم الله الرحمن الرحيم. يما بسم الله عليك. يما يا اختي بسم الله. يا جالها ساعتين مرميه رميه سودا دي، ومحدش عارف فيها ايه. انا خلاص بقت كويسه. تبين من اول امبارح انك تعبانه. بنت يا صباح، نادي على عبد الله يجيب التاكسي نوديها اي مستشفى. لا لا لا، استنيدوني اطلع بره اخد التاكسي. انتي قادره تتنفسي لما هتمشي؟ امال انتي يا فين؟ ما تجيبيليش سيرتها. حاضر. ما تجيبيليش سيرتها. حاضر يا اختي. سلامتك يا اختي. سلامتك. حاسه بايه بس؟ جنبي يا صفية. ما هو تلاقيكي بطلتي تاخدي الدواء. انا جسمي نحس من كتر الدواء. الله يشر عليك، ما بعتليش ليه يا ماهر. ما بعتليش. اعمل ايه؟ ماهر مش راضي يا صفية.
وانا لو بصحتي كنت شلتها على اكتافي ورحت بيها على المستشفى. يلا 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 بيزمرها على محسن. بسم الله على مهلك يا اختي، خدي بالك منها يا صفية. ما تخافش يا ماهي، ما تخافش انا كويسه مستنيك يا اختي. انا راجعه لك على طول يا حبيبي. نوري بيتك يا اختي. بعد الشر عليك يا حبيبتي، بعد الشر عليك يا اختي. شدة وتزول، بدوس بنزين شوية عبدالله. حاضر يا حماتي، بس العربية تعبانة والله، تعبانة على الآخر. بنتك دي مالهاش حق، والله مالها حق. ما تجيش تسأل عليك انت تعبانة كده. ايه دي قلبها؟ ايه دي اشحال لما كنتش صالحتي جوزها؟ ده حرامي، ده مصالحنا عشان فلوس التعويض. اسكتي يا اختي، خدي ربنا موجود يا حبيبتي. ايه دول يا صفايا يا اختي؟ انت كمان في ايه ولا في ايه؟ امسكي يا سعديه، معايا فلوس. والله ما خدتيهم، رجلي من خطيبه بالمستشفى. ما تحلفيش ما تحلفيش، دماغك حجر عارفه. حاضر يا اختي حاضر. بدوس يا عبدالله. بدوس والله بدوس. اعمل ايه؟ ان شاء الله العدوين يا اختي، ان شاء الله العدوين. على مهلك يا اختي. الف سلامه يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت يا اخويا، عايزين تشكري الكاش. لونزا طيور؟ اعوذ بالله، عاوزين مشكرين مشكرين. عبدالله روح لينا التذكره معاك. تعالى خد فلوس. معايا قعدها يما. تعالي اختي على مهلك يا حبيبتي. لا مؤاخذه معلش. اقعدي يا خالتي. يا نهاري سعديه، قومي يا خالتي. تعالى يا ستي، مهلا يا ستي. بس مش عارف نشوف ولا دكتور. تذكره فين؟ تعالى اجيب لك التذكره. محمد محمد يلا يا اختي. الله عليكي يا اختي. هل خدمة أنا حضرتك؟ لا اتكل على الله. ربنا يشفيك يا خالتي. مش فيها يا صباح، بتاكل محشي بقالك 50 سنة، هو في بطن تستحمل الكرومب ده كله؟ نبي غلبانة يا عبد الله، لا عيل ولا تايل يقف جنبيها. حتى نادية دي كمان اللي لسه جوزها مصالحها حلف عليها ما تخش بيتها. ابننا عادل ده مستخسر فيها حتى التليفون. هي دي مش عادل؟ عارف عادل ده بقى؟ هو كان معايا في المدرسة، الواد ده كان من أشطر الناس في المدرسة، بس خد بعضه وسافر. زهرة صباح شطار، بس هم اللي بيسيبوا الحتة ويسافروا. هو اللي يهجرهم وأبوه في الزمان ده بيبقى شاطر. العيال مفيش في قلوبها حنية، عمال بس يقاوم على قد فلوس وخلاص. بقول لك يا بنت صباح، أنت عارف المستشفى زي دي ممكن تلاقي تحتها تمثال سوق يخلي الحتة كلها مليانة فلوس. يا أخويا أنت كمان كل حاجة عندك سهلة كده. إيه يا بنت في إيه؟ تدعي لي الخير ولا إيه؟ هو يا عبد الله وما ترميش نفوخك في السكه دي، ياما ضيعت ناس. يا عبده عبده حلو. عبده ده بتقولها تاني؟ فكر كده يعني، ان شاء الله ان شاء الله من غير مقاطعه، لو ربنا رزقنا بحته عيل هنعمل ايه؟ ولا هنعمل اي حاجه، الرزق موجود ان شاء الله. بقول لك يا صباح، انت مش سمعتي برضه زي ما انا سمعت واحنا صغيرين ان الخرابه اللي في الحته عندنا دي تحتها اثارات؟ نصيب عليا. سمعت وما بصدقش، وانت كمان ما تصدقش. مش معنى ان صاحبك لقى تمثال يبقى انت كمان هتلاقي. خلص الشاي وتعالى وراي. انا بفكر فيها ليه؟ مش عارف لازق في دماغي ليه؟ هتشاي يا ابني. ولا يمكن صعبان عليا عشتها يا اخواتي؟ معقول بحبها بعد كل اللي عملته معايا؟ دي حته بنت بتبيع حشيش. شو صلاح باشا؟ لا يا حضره الضابط فوق. اوعى تضايق على نفسك. حساب يا ابني. حساب يا صلاح باشا؟ ده انت البلاكمين بتاع الدايره دي؟ ما بشربش سفلاء، واصحى للقهوه
وبطل العيال السيس دي تقعد عليها. ما بيجوش هنا والله يا باشا خالص، المعلم محرج عليا، ما فيش حد منهم يجي هنا يا باشا. مبروك يا مرتي. الله يبارك فيك يا صاحبي الباشا. مش عارفه بجد والدي جمالك فين. يوسف. نعم. خلصنا الاجراءات بتاعتها عشان تلحق تروح. حاضر اصلاح باشا. بسرعه. حاضر. يا حبيبتي الست انت بتعيطي دلوقتي ليه؟ ما هي خارجه. انا مش مصدقه نفسي يا عبد الله يا ابني. لا صدقي اصلا اتاخرت كتير، انا خايفه يكونوا رجعوا في كلامهم. يا ست والله افراج افراج. انا مش مصدقه لغايه لما اشوف بعينيا. شوف اتاخرت ليه؟ ما انت ليك دليل على الاسم ده. حاجات اهي. يا حبيبتي يا امه. يا حبيبتي يا بنتي. يا حبيبتي اسم الله عليك يا قلبي. الحمد لله على سلامه. الحمد لله على سلامه. الله يسلمك. مش قلت لك هشوفك على اسفلت قريب؟ راجل يعملها لي طول عمرك راجل. الحمد لله على السلامه يا منى. الله يخليك يا عبد الله. بيت صباح اخبارها ايه؟ ورحنا الخميس اللي جاي. كفاره يا راجل، اخيرا هتتلم. ما تمدوا شويه يا جماعه عشان انا بيجي لي ارتكاريا من الحساب. الف حمد وشكر لك يا رب. الحمد وشكر لك يا رب. وكمان جيب لي نفسي بعد ما رفضوك في الحي. انا اللي رفضت نفسي، انا مش في السكه الشمال. يلا كمل. الحمد لله على سلامتك يا قلب امك. يلا. خش يا ولد. تسلم ايدك. ما اعرفش انا مستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي. مش قلت لك 100 مره. يا ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خلع. بتفهم. الآن ناصر. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكرني كده ولا كده؟ كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجة بتعجبني فيك اللي انت بت دوري. ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، أنا عايزك تشوف ليك شغلانة. اه. حاجة كده تأكلك عيش انت وأمك وأخواتك. نتاجر في البودرة. أنا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحارة. اه. محل حلو كده، أو حاجة تتلم فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده؟ اه، وكل شهر 200 300 جنيه، وما تخافيش، طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ان شاء الله. اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايل مغرقان. انت تستاهلي كل خير يا ماما. اه والله. وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعد عليك. طب قوم يا راجل عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من القعده. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. يا انت قطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك، حد برضه يقدر يقطر الحكومه، بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول، ولا مؤاخذه يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير، هحبسك. خطفتها من على طرف لسان يا باشا، على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي. هيعجبك شاي تقيل. منى افتحها. تعالوا اقعد يا بلال. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديك، وده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام. يخرب بيتك يا لا، يخرب بيتك. انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكم في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سال فيا؟ انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف.
جيب لي شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا. هي الوليه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبني يا منى، بس ربك بقى لما يجيت استاذن انا احسن حد يقول لي انا قاعد معاك لوحدي. لا وانت جذاب. الواد مش كان يبقى هنا يولد بره على امي بكليتي، وانا والمسيح الحي ما كنت هواه. هي دي معقوله؟ ايوه تقعدي احرجي في دمك انت على حته كلب ما يستاهلش. يا وليه هو انا بقى في حاجه؟ ايه يعني انا مديك الكليه؟ ها؟ بلاش يا ستي، خديها مني وهتبقى حاجه مني شايلها جواكي. اسكت بقى يا ماهر، انا مش عايزه حاجه. يا وليه يا جاموسه، انا راجل مشلول ومحتاج اللي يخدمني. هعمل ايه بعد ما تروحي مني يا سعديه؟ ها؟ هروح فين؟ مش هيحصل لي حاجه يا ماهر، اطمن. هنستنى ايه اكتر من كده؟ وهو ابنك لو يحط في عينه حصوه ملح كان بعت لنا قرشين نزرع بيهم الكلى بدل ما تتمرمط انت ولا تمرمط انا. درع كلى ب 80,000 جنيه. وهو من ساعه ما سافر ما بعتش غير 5,000 جنيه عمر. هيهون عليه يبعت 80؟ لو ليه عجلي؟ عايزة تسيبيني الصبح يبهدل فيا، حصل لك حاجة؟ قول بقى انك باصص لنفسك وخايف عليا اموت لحسن ما تلاقيش حد يخدمك. ايوه يا سعدية، انا بحب نفسي بس ما تروحيش مني يا سعدية. انت شقيانة طول العمر، انت ما تستاهليش كلمة، انت تستاهلي جسمي كله يا سعدية. قولي يا سعدية عشان خاطري. We'll be right back.
قادره لا كنت قلت رقص يا اختي. ما يرقصوا هم ما ترقص يا وليه من اللي فيها. تشربي حاجه؟ لا. خلي بالك انت من ساعه ما قعدتي ما فتحتش بقك. هقول ايه بس؟ ما انت ملخبط. بص يا منى انا هجيب لك من الاخر. انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا علق دبوره. ما هو ده اللي انا بقول. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول ليه؟ بس جواز بينا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ اه عرفي زي الرسم بالظبط. لغايه ما علق الدبوره كده عايزك تقفي جنبي. يا نهار اسود. بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ ولا مؤاخذه يعني عشان احنا مش قد المقام؟ هو العرف ده هيبقى رسم بس علق الدبور. انت عارفه ان هما بيعملوا علينا تحليات جامده قوي. التحليات هتفضحني. يا بنت انا بحبك عايزك. وانا موافقه يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجه بقى. اتنين شربات يا متر. إنه في يوم الاثنين الموافق 5/8/2010 قد تم تحرير عقد زواج عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد وبحضور الشهود. تفضل حضرتك يا مدير. توقيع النسختين بعد إذنك. النسخة الثانية من فضلك. وحضرتك وقعت. النسخة الثانية. ألف مبروك يا سكينة. ألف مبروك. ألف مبروك. النهارده الثانويه بتاعت ابوك يا منى. عارفه يا ام؟ عارفه. طب يا بنتي نجيب لنا كده دستتين كراسي ونعمل له عزا صغير. ده من يوم ما مات يا حبه عيني ما خدناش العزا فيه. ما قلت لك مش هعمل عزا غير لما اعرف مين اللي قتل. يا اختي هو احنا في الصعيد هنا؟ بقول لك ايه بقى، قفلي على الموضوع ده. قفلي. قفلنا. بقول لك ايه، صلاح جالي المحل النهارده ووشه مقلوب. قلت له ايه؟ زي ما قلتي لي، راحت تقعد لها يومين عند خالها. اتجنن. خالها مين؟ ومن امتى طلع لها خال؟ وليه طول النهار قافله الموبايل بتاعها لما فرام لي نافوخي؟ انا عايزاه بقى يتجنن، عايزاه كده يقعد على نار عشان يعرف ان بنات الناس مش لعب. انا نازله افتح المحل يوم. محل ايه؟ يفرش شايفك هتقولي له ايه؟ عادي يعني، لسه راجعه من عند خالي. فيها حاجه دي؟ يا اختي ده انت بنت محدش يقدرك. الناس تشوفنا. عارف اللي احنا فيه ده؟ يا بنت احنا متجوزين. متجوزين اه، بس ده بيني وبينك الناس ما تعرفش. ده لو الناس في الحته عرفت دول قطعوك. وهون عليك. امال ايه اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا دي الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا، بس لك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجاره الجديده اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلك. هو انا يعني مش زي بقيه البنات ما تعملليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا لو انت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبوره هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليك مفتاحه، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجه. صبرني يا رب. مش عارفه ليه مش مصدقاك. بكره صدقني، انت عارفه قد ايه بحبك. انت تلاقيك مش قايل لاهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو عز اسود. على راي امي المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا.
يا بنتي تعالي اوريكي الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش عارفك ليه اخت اسمها صفاء؟ قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب اقفلي على الموضوع ده انا ماشي. طب تعالي شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته. بلاش اتعرف عليها انا وانا صغير. ايه النمره دي؟ الو الو، انا اسمي منى. زي ما تقولي كده يعني خطيبه اخوكي. ايه؟ هو صلاح طبعا هيقول لكم على الموضوع بس تلاقيه مأجلها شويه لحد ما ياخد الشهاده. انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض. طبعا اكيد. اخيرا صلاح عرف واحده. بجد انا مش قادره اقول لك انا قد ايه مبسوطه. بس بقول لك ايه، انا لازم اشوفك. لا لا طبعا ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكره لو عايزه. ماشي سلام. طب ولو عرف انك كلمتيها؟ ما يعرف. هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني اطمني. ده لبدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل، ايش عاجب المره دي؟ ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا اما سيبيني سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. استر يا رب. الو. ايوه مين؟ عادل. افتكرت انك ليك اهل تسال عليهم. احنا تمام يا ابني. امك تعبانة قوي يا عادل. ده قالها يا ابني انها تقوم بالسلامة. قلنا حاجات كتير، ده احنا حتى مش عارفين نغير لها الكلمة. بقول لك تعبانة، انت ما بتحسش. يا ريت تلحقها يا عادل، نفسها تشوفك قبل ما يحصل لها حاجة يا ابني. حاضر حاضر، مش هقول لها مش هقول لها. يلا مفاجأة مفاجأة، بس يا ريت تصدق المرة دي. ها، مع السلامة يا دمي. مع السلامة. يا ريت تيجي يا حبيبي، أنا كمان نفسي أشوفك قوي. ايوه يا منى انت فين؟ انا هنا يا صفاء اهو. انا قاعده بقالي ربع ساعه مستنياكي. انا هنا اهو رافعه ايدي لابسه شار بحر. شفتك شفتك، تعالى. ده انت زي القمر. ايه بيقولي لاخوكي؟ طب اقعدي تشربي ايه؟ بقول لك ايه، انا اللي عازماكي وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحسن مش شاربه حاجه. ماشي يا ستي انا معزوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانت ما صدقتي ولا ايه؟ انت بخيله زي صلاح. قوليلي قوليلي احسن، انا حاسه اول مره اكتشف صلاح. لا هو ان جيتي للحق يعني هو حنين واللي في جيبه مش ليه. طب احكي لي انت تعرفوا بعض ازاي؟ يعني انت زميلتنا في الجامعه؟ لا انا مش مكمله تعليم. غريبه. اصل اكيد صلاح بيحبك قوي. ليه؟ ما تزعليش مني، اصل صلاح طول عمره كان نفسه يتجوز واحده جامعيه. هو ما لمحلكيش بحاجه كده ولا كده يعني؟ لا خالص، هو انا وصلاح اخوات بس زي ما تقولي كده بينا وبين بعض حواجز. يعني هو بيخاف عليا قوي وما بيحبش، او بمعنى اصح بيتكسف يتكلم معايا في موضوع المشاعر. مقفل؟ ما انا عارفه صلاح، انت هتحكي لي عنه؟ ايه اللي مقفل؟ ده رفض زميلي في الجامعه لما جه يتقدم لي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بره. وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتم وهزق وطرده. بصراحة بقى مش عارفين نعمل ايه. ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي هسلك لك امورك. يا ريت يا منى يسمع من بقك ربنا، احسن احنا بصراحة واقعين في مشكلة جامدة. مشكلة ايه يا اختي بعد الشر؟ احكي لي. لا هو انت يعني عايزة على طول كده تعرفي كل حاجة؟ ما انت هتحكي لي هتحكي لي النهاردة بكرة، هبقى مرات اخوكي.
وانا يا ستي حماتك. قولي لي بقى صلاح تقدم لك ازاي؟ مش فاهمه يعني الشكل الارتباط كان عامل ازاي؟ جيل مامتك جيل باباكي؟ عادي يعني اتقدم لي قرينا الفاتحه ولبسنا دبه. غريبه قوي. امال ليه يعني ما جابلناش سي؟ هو مستني ينجح ويعلق الدبور. والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متاكد؟ ايوه نجح. رد بقى ده انا عايزه افرحك. هو ما ترد. ايه صلاح؟ ايه صلاح ما انت معاك المفتاح يا معايا المفتاح بس ماليش مزاج افتح، لازم كل البيت يصحى، انا نجحت يا امه نجحت يا ام صلاح نجحت يا اخويا الف بركه الف بركه يا حبيبي الف بركه صلاح بيه يا بنت يعني تقف انتباه وتديني تحيه من النار تمام يا حضره الضابط يا بنت كريم يا رب الله انت صبر خير يا رب تقدير جاي مش زي ناس قصدك ايه يعني كل ده عشان جايبه التقدير الشعبي انا النهارده ملك الدير اطلبوا اللي انتوا عايزينه اكل شرب لبس مصيف اطلبوا ان شاء الله يخليك لينا يا حبيبي بقول لك ايه عايزك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحه فرحتين ان شاء الله يا ماما بس لما ابقى نقيب بتعيل انت ربنا يخليك ليا يا رب قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلام انا عايزه 1000 جنيه 1000 جنيه ماشي النهارده تكون عندي وانت يا حبيبي وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميره علشان املى عيني منك يا دناي ان شاء الله يا ماما الو ايوه صفاء ايوه يا منى ازيك صلاح نجح اه عرفنا ان هو نجح لسه مبلغنا حالا اه هو لسه جاي وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده خلينا نشوف بعض ايه ده معقوله النهارده يا اختي مش معقول ليه مش هبقى مرات اخوكي يعني سلام لحضره الضابط مع السلامه باي باي صفاء صفاء الله شكلي حلو في البدله طبعا زي القمر احلى ظابط في الدنيا الله يخليكي ايه ده طب هتقلعها ليه ما ينفعش البسها دلوقتي هلبسها ساعه التخرج طبعا انا معزومه اول واحده انت وماما طبعا انت مش هتعزم حد تاني طبعا هعزم كل اصحابي في الاسم كلهم جايين لا انا مش قصدي اصحابك في الاسم خد علقه دي جوه حاضر انا مش قصدي اصحابك في الاسم من مين يعني حد يهمك زي مين يعني قولي لي اكون ناسي حد هي واحده واحده اه خالتي هدى هعزمها طبعا لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا ايه صلاح مالك في ايه؟ انا كنت فاكراك هتفرح انت تعرفيها منين وقابلتها في ايه؟ ولا حاجه هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها وانا طردتهم في البيت تخرجي من غير اذني تروحي تقابلي واحده ثوابي من غير ما تقولي لي ثوابي دي بتقول انها خطيبتك كدابه دي بنت رابط انا كنت تصعب عليا يعني بعطف عليها دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته يا نهار اسود طب انا اعرف منين عشان حماره وغبيه عشان لما واحده تكلمك المفروض تيجي تتصل بيها وتقولي لي ايه اللي حصل انا هخطب واحده زي دي ما شفتيش منظرها لبسها انا شايفاها كويسه قوي وانا بقى هوريها وهوريك انت كمان ولما تيجي امك عايزه اعرف ازاي انت خرجت من غير اذن ايه يا منى؟ انت نسيت نفسك يا بت؟ عايزاني ارجعك السجن تاني؟ في ايه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيت نفسك، اسم صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي ولا هدخلك بيتنا؟ دي يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمت ودنك. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بيننا. الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها. ايه الام واختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم. هفعصك يا منى زي السرطان تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع بتصرفي انت وامك واخواتك منه؟ ما تحميتي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعه بلحها. صاحب المحل اظن عارف مكانه فين، ابقى اطلع له وقطع العقد. اصله بيخاف منك يا حضره الضابط. اه. شغل الرقص ده ما يتعملش معانا يا بت. لمسح بكرامتك الحارة انتي والمحل وصاحب المحل تولعوا بجاز وسخ اللخط يا منى
ماشيه بقالها ساعه. خالتي سعديه فين ما خرجتش ليه؟ في البقيه في حياتي. الست سعديه ماتت. ماتت؟ ماتت ازاي؟ خالتي سعديه ماتت؟ عادل اخيرا شفتك يا حبيبي. وحشتني يا ابني. وحشتني يا عادل. وحشتني يا حبيبي. وحشتني يا حبيبي. ايه اللي حصل لك ده يا ابويا؟ طمني عليك. ده موضوع كبير يا ابني احكي لك عليه. طمني عليك. تعال تعال. جول يا ابويا. اهلا يا بنتي اهلا. اتفضلي اتفضلي. طمني عليك يا ابويا. انا في خير يا ولدي. المهم امك هتموت عليك. امي؟ انا عايز اروح لامي المستشفى دلوقتي. ايوه يا ولدي بس استريح شويه من الطريق يا ابويا. يعني مش هينفع اقعد. جوليا مش هتستحمل الشقه. ما نعمل ايه؟ انا وامك اللي قعدنا طول عمرنا فيها. اللي يعجبك يا ولدي. يا خليك انت مستريح واديني عنوان المستشفى اروح اطمن عليها وارجع لك. طيب يا ولدي بس اقعد خمس دقايق مع ابوك. ها خمس دقايق. قولي لي يا جوليا والنبي خمس دقايق. ها بس اخسف ابوك ولا خمس دقايق. هقعد يا ابويا. مع السلامة. جبت كفن؟ بيبوسه كمسحيق؟ خد الكفن اهو. بيبوسه كمسحيق. متأكدة؟ اه طبعا متأكدة، حتى كان بيعيط على امي. يابا انا لازم امشي دلوقتي يا دوبك عشان الحق الطيارة. اشوف وشك بخير. خلاص؟ جاي تدفن امك ومسافر؟ يابا انا هقعد اعمل ايه؟ انا حتى اليومين دول واخدهم اجازه بالعافيه. روح يا ولدي روح. قبل ما اموت نتصل بيك تنزل تدفن. يابا بتقول الكلام ده بس ليه؟ بقول اللي هيحصل يا عادل. مش انت خلاص عملت مستقبلك؟ واتجوزت واحده بيضة وحلوه وشعرها اصفر؟ مش ده اللي كنت بتتمناه يا عادل؟ بس احنا لينا حق عليك انا والمنيه اللي ماتت. احنا اللي ربيناك وكبرناك وعملناك راجل تعرف تقف على رجلك وتعرف تسافر وتركب طيارة وتتكلم مع الخواجات وتتجوز منهم. ولا مناش حق عليك يا ولدي. يابا حقك محفوظ يابا. محفوظ؟ محفوظ فين؟ انت حتى ما سألت اذا كان ممكن اتعالج من الشلل اللي انا فيه ولا حتى فكرت توديني الدكتور يكشف عليا ويطمنك. ولا انت قلت الراجل كبر خلاص وجرب يموت ولها مصاريف بقى. يابا بالعكس انا كنت اقول لك اكشف وبعت لي الكشف وانا اوديه هناك لحد من الدكاتره كويس. روح يا ابني روح. ربنا يسهل لك ويرزقك بالعيال بس يكونوا حنينين عليك يا ولدي. اصل الحنيه ما بتتشحتش يا عادل. انا وامك كنا بنشحتها منك على طول يا ولدي وبرضه ما بنتعيش عليك. بقول لك ربنا يرزقك بالعيال ويكونوا حنينين عليك عشان لما تكبر تلقى اللي يسندك يقف في ظهرك. صدقني يابا انا كنت مصي ناديه توديك عند حد من الدكاتره تكشف وتبعت لي الكشف. روح يا ولدي روح عشان تلحق طيارتك. اشوف وشك بخير يابا. تزعلش مني يابا انا اتصل بيك. السلام
الو مين؟ ايوه يا باشا بتاع الحكومه، روح شارع العرايس نمره 40 شقه 5 وشوف الانسه اختك بتعمل ايه. انت مين يا بنت ال... الو عمو يا اخويا فين؟ مالك صفاء فين؟ ايه صفاء بقت عند خالتها؟ مش هناك، البنت مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى حين بقى المكان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها. طلعتيها يا عمو يا ولد صلاح. مالها صلاح في ايه يا صلاح؟ يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي. ايه ده انت مستني حاجه؟ لا خالص، استني اروح اشوفني. تمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته، هي اختك احسن من ابويا. انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. وانا ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارفه. انا كنت بقضي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش اسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ اه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك انت. ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي اتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ أشرب من دمك. بالحق يا صلاح، البدلة لايقة عليك. هي صح من غير دبورة بس حلوة. مبروك. سلام. النبي يابا تيجي تقعد معانا اليومين اللي جايين دول. ايوه وما تقولش لا يا عم ماهر، المسيح الحي ما هنسيبك تاني. اللي تشوفه يا اختي. ربنا يخليك وعقبال عندك يا رب ان شاء الله. مكتوب حاجه وفيس الله يبارك لك. والنبي حاجه ادعي لنا اتجوز يا حبيبي. ان شاء الله يا رب يسمع منك كده. مش اي خدمات عايزها؟ تعيش يا كيمو. النبي ظبط لي ميكروباص الحاجه. ايوه حبيبي يا كيمو. ربنا يخليك يا رب. شكرا. الله يبارك فيك يا رب وقبال عندكم ان شاء الله كلكم. السلامة يا حاجة، ادعي لنا. يا واد مش هوصيك بقى والنبي، البت دي غلبانة خد بالك منها. فعلها يا أم. يا رب ويرزقكم حتة عيل صغير كده. مستنيين أمر ربنا والبركة فيك يا حاجة وفي ضهرك. يا رب. أدعي لك يا أختي وقلبي حاسس كده إن أنا هرجع أتحب إن شاء الله. اسمع من بوك ربنا يا أم. يا رب يا حبيبي. فتح مبروك يا حاجة الفيزا. ترجع لنا بالسلامة يا حاجة. وروحي ترجع بألف سلامة يا حاجة. الله يسلمك. خدي بالك من نفسك. يا أخي خد بالك من نفسك أنت. يا رب تروح القدس وتقدس هناك إن شاء الله. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. توصلي بالسلامة يا حاجة وترجع لنا يا رب بالسلامة. بالسلامة يا حاجة. بالسلامة يا حاجة. الفتحة أمانة. ربنا عالم والله. إن شاء الله أرادك الفتحة وربنا يفك عقدك. يا رب قادر يا كريم يا يسمع من بوقك ربنا يا حاجة في ايه سنة بتقلبي ادعي لي ربنا يصلح الولاد يا رب يا رب ان شاء الله يا انت ربنا يصلحك ان شاء الله يا اختي بس شيل اللي في قلبك انت وكل شيء يبقى كويس شد اللي في قلبك ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسامح دنيا واخره ان شاء الله يا اختي بسم الله ما شاء الله الله اكبر نمسي الحجه كده وخليكي زي القمر ربنا يكتبها لنا يا رب البركه يا حاجه البركه بل عندك ان شاء الله بقول لك ليك في الطاوله اتمنى عليك تحط تبغيني ادعي لي يا حاجه ادعي لي ربنا رجع لي نور عينيا يا اخويا ما افتكرش بقى ادعي له من ايديا وخلاص يا رب ربنا
يخليهولك يا اختي ويبارك لك في اولادك ان شاء الله. يا خالتي يلا امان عليكي من النبي، سلمي لي على حبيبتي وادعي لي. حاضر ربنا يا بنتي يسترك، يسترك دنيا واخره يا حبيبتي. يا حاجه سايق عليكي النبي، والنبي يا حاجه لا تدعي فتحي ربنا يشفي، قوم اسمها توحيده. ها يا رب فتحي ابن توحيده تسمع مني وتقبل مني يا رب. هاتي لي ميه زمزم معاك يا حاجه. يا حاجه نفيسه والنبي السلام على بابا، السلام على بابا، الفتحه على بابا يا شيخه. ادعيلي 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 ربنا يتوب عليا ويسامحني. تسافر وتيجي بالسلامه يا حاجه والفتحه يا مان. يا رب ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. عقبال ما نوصل امك كده وراها تحب يسمع من بقك ربنا. بحبك يا بنت. خلص بقى الناس هتاخد بالها. الف سلامه لعيلنا، ربنا يكتبها لنا يا رب. انتم السابقون ونحن اللاحقون. يابا اللي انت بتقوله ده المره في الساعه ايه يا ابني؟ في ايه؟ الله ربنا يكتبها لنا. فيها ايه لما الواحد يروح يحج؟ ويا ريت كمان بقى اموت هناك عشان ربنا يغفر لي ذنوبي كلها يا رب. يا رب ايه؟ عايزني اموت يا ابن الكلب؟ يابا مش انت اللي بتقول؟ انا بامن على كلامك، مش قلت نفسي؟ انا اقول اه، لكن انت تقول بعد الشر. بعد الشر عليك يا ابو كريم. طب ايه رايك بقى ان انا مش هموت بالعد فيك؟ ها الله يخليك. الست نفيسه طول عمرها بتحلم تحج، وهتحج على حساب التلفزيون. بس احنا زي ما احنا يا ولاد. معكش اي حاجه لحسن على لحم دماغي؟ بصراحه انا نمت. انت مالك يا ابني بتتلفت كده ليه؟ ايوه بسالك انت. يا نغمه انت عارف ان انا مبطل من ساعه اللي حصل الواد جمال. بعدين انت طلاب الحاره بتسالني انا؟ ما تتزعلش عليا يا شكلك مش مبطل. لا والنعم مبطل وان شاء الله متماسك لحد الان. طب انت عرفت ان انا نقلت نشاطي بره على الشارع؟ بجد؟ اه. يا نغمه مكتوب بقى نغمه من البتاع ده وربنا يكرمك كده. ادعي لي اعرف. ادعي لي. ان شاء الله يا رب الله كده تفحص ان شاء الله وتروح هناك. من الحارة المصرية نقدم لكم صورة حية لوداع أهل الحارة لإحدى الفائزات في مسابقة الحج السنة دي، الحجة نفيسة سيد أحمد. تقولي لنا إيه يا حاجة قبل ما تسافري الأراضي الحجازية؟ يا حبيبتي أقول لك إيه؟ أقول يا رب كبرت خاطري يا رب. الحمد لله لولا ربنا والبركة في التلفزيون وفي الأستاذ تمام، الحمد لله ربنا كتبها لي. مش عارفة بقى أنا أشكره قد إيه وأعمل إيه. يا واد يا واد يا عبد الله، يا واد عشان تطلع في التلفزيون. يا واد انا بشكر حضرتك جدا وبشكر التلفزيون وبقول يا رب كل ام تحج ان شاء الله. وشكرا يا باص، شكرا يا باص.